بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، حلقه يوضع فيها الكثير من النقاط على احرف بارزه ومهمه. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم دائما في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. هي بالفعل حلقه تشهد حسم الكثير من نقاط الجدل والاتفاق على خطوط كان يفترض أنها تكون واضحة وظاهرة لدى الكثيرين، لكن أن يتعامل بعض على هذه الخطوط الفاصلة والبارزة والواضحة فوجب التنويه في حلقة مهمة عنوانها ولأنه الأهلي. ولأنه الأهلي يا باشمهندس، فقد وجب الترفع وأيضا وجب الرد وبقوة ولازم التوضيح. أستاذ إبراهيم، منذ ان انطلق هذا البرنامج ونحن لنا شعار ما تخافش على الاهلي، ايوه، وايضا لنكود اخلاقي ملتزمين به، هنا خلافنا ليس مع الشخص ولكن مع المحتوى والمكتوب. صحيح. ولكن هذا لا يعني ابدا ان تاتي لحظه يتم التجاوز بشكل فج ومباشر على النادي الأهلي أو على بعض أشخاص فيه، ما يخصني أنا هعرف أتفاهم فيه، ولكن لن يسمح إطلاقا. والذين ينتظرونا وكل يوم والتاني ورونا بقى هتدافعوا عن هيبة الأهلي إزاي، خرجونا من اللعبة دي. اللي احنا عايزين نقوله، لم يكن يوما مسموحا المساس بالمهندس محمود طاهر أبدا، طبعا بصفته طبعا رئيسا للنادي الاهلي، وكنا اول من تصدى دفاعا عن المهندس محمود طاهر ضد مرتضى منصور واللي قال وقتها، والكلام بقى اللي هم عايزين يرسخوه ورونا بقى هتعملوا ايه، لا، اذا حدث تجاوز سيحصل الاهلي على حقه. صحيح. ولكن من خلال كود اخلاقي. ايوه. ليه؟ لان طول ما انا ماشي النهارده بالذات وانا اسمع هتعملوا ايه، هتعملوا ايه، عايزين بقى ونشوف بقى ونعمل بقى، وكانها خناقه عايزين نشوف مين الاكثر قدره على الايلام والايذاء اللفظي او غيره يعني. طب دي مش مدرستنا، طب دي مش سكتنا، طب دي لو يعني هناك مثل، ولا بلاش، لو قلته هيحصل اسقاط وهتلاقي الناس واخده المعنى ده. هي القضيه كلها في الاسقاط على فكره. فمش هقوله، لكن هي ناس كاتبه على الفيسبوك. انت تصارع مين فين؟ مصلحته انك تصارعه في ميدانه ولا تصارعه في ميدانك؟ انا مش معتبر ان انا داخل صراع. واذا كان قد تم التجاوز في حقي، الاول يا استاذ ابراهيم ما تيجي كده نشوف لماذا تم التجاوز؟ لماذا؟ قيل ان احد البرامج دأبه على انه يتصيد وعايز يجرنا معاه في مشكله عشان الناس تاخد جزء من الاهتمام او ضوء من خلال صراع مع البرنامج عندنا. وده احنا متجاهلينه تماما، لكن احنا غلطنا مره. ان احنا لقينا ما يمس النادي الاهلي فناقشنا قضيه اثيرت في هذا البرنامج. ولكن ليس معنى هذا ان احنا ملتفتين بقى وقررنا ان احنا نبقى يعني 1-2 يعني، ابدا. الموضوع الجزء الثاني المهم جدا، ان احنا مش بس هندافع عن النادي الاهلي، ولكن هنلتزم بمسؤوليه النادي الاهلي تجاه المجتمع. انت تعالج امر يريد البعض ان يستدرجك فيه يعني تصدير مشهد خلاف يزجب الجماهير فيه، مش احنا ومش دورنا ومش هننزلق لهذا الامر، ومش هندي اللي عايز يستدرجنا هذه المتعه، ومش هنديله هذا الطوق الذي يريد ان يتشبث به. يعلم ان موقفه في بعض الامور يعني يريد ان يخرج من ازمه الى ازمه اكبر. لا، نحترم تماما جماهيرنا وجماهير المنافسين جميعا. و يعني ننأى بأنفسنا إن إحنا نستدرجهم في صراع يبدو أنه عام وهو خاص.
ايوه هو خاص جدا في التوقيت ده بالذات. احنا اكبر من كده واكثر رؤيه، وسهل جدا ان تكون سباب ولعان وشتام، لكن الصعب جدا ان تكون قادما للغيظ متحمله المسؤوليه على قدرها وعلى قدر الكود الاخلاقي اللي انت تربيت عليه. اما الجزء الموضوعي فهناخد حق النادي الاهلي، هناخده تالت ومتلت، واذا كان هناك اكثر من متلت مكملين. تم اتخاذ كافه الاجراءات الرسميه والقانونيه للحصول على حق النادي الاهلي، سواء للذين استدرجوا ان الامر يوجه الى هذه الزاويه مستندين الى ايه، رايك في اللي قاله مالك وكتابه في كلمه مش عارف، وهو الذي يلهث خلف. وانت اهتميت حتى بالكشف في رحت جايب المعجم معجم العرب، قلت اشوف اللي بيلهث ده بيلهث ليه؟ لقيت ان اللهث لهث يلهث يلهث مش عارف ايه، وهو لاهث ولكن الانسان يلهث سعيا وراء رزقه. الانسان يلهث سعيا وراء هدفه. يعني يبذل الجهد المتعب المنهك فينهج وبتاع حتى يحصل على اهدافه. ومن ضمن التعريفات الكلب يلهث من شده العطش والتعب، يعني والحرف. الانسان يلهث والكلب يلهث، وده له مظهره وده له مظهره في اللهثان، ولك حق ان تنتقي ما ينطبق عليك. ايوه ده اختيارك مش اختياري. ايوه انا اختيار انا ان انا انني اقول بمعناه السوي. ايوه انت تلهث لتحقق نجاح في كذا، عايز تاخدها بالمعنى ده قرارك مش قراري. عايز تحاسبني عليه ماشي انت حر، لكن ايضا يحضرني هنا بقى للي استخدم الكلمه ايوه وهو يريد ان يستفز او في تمثيليه كما يبدو هي تمثيليه بالظبط ايه رايك كذا كذا مش عارف ايه، يبان انها يعني وليده اللحظه، لكن لا دي ما ده مدروسه مدروسه. طيب هو انا مشكلتي انك انت مش فاهم معنى اللغوي لكلمه يلهث. انت مش فاكر الامام علي قال ايه يا استاذ ابراهيم؟ اذا خاطبك لا ما خاطبني ما خطبني عالم الا غلبت وما حجني جاهل الا هزماني الا غلبني. طب انا هو انا مسؤوليتي انك انت عايز تفهم الامور كده وتاخدها في السكه دي؟ ما قلناش كده. ونحن ارقى قوي من نقصد هذه المعاني الصغيره قوي اللي عايز ياخدها ويرد عليها في حجمها اهلا وسهلا، اللي عايز يرد عليها كما فهمها هذا اختياره، اما مش هيجبرني ان انا ارد عليه باختياراته. فكل اناء ينضح بما فيه. انا ما اعرفش اكون شتان. كل اناء ينضح بما فيه. انا ما اعرفش اكون شتان. مش مجالي. لكن اعرف اكون قوي لا اتستر وراء احد ولا اصدر اخرين ياخدوا حقي، واذا اخذت حقه بالطرق الراقيه الموضوعيه التي تليق بانسان متحضر. وبالنادي الاهلي. ما نتحدث عني كشخص تربية النادي الأهلي. أيوه النادي الأهلي سيحصل على حقه بإذن الله، إذا كان هناك من يرفض هذه التجاوزات خصوصا في مجال الإعلام وأن هناك ضوابط في هذا الأمر، سنرى النتائج بإذن الله، سنرى كل التوجهات. أعضاء النادي بيقول لك مش عارف إيه وده هو كذا كذا وتجاوز في حقنا، ماشي كل الاتجاهات اللي عايز يعمل حاجة في كل اتجاهات سيحافظ النادي الاهلي. تلقيت مكالمه من الكابتن محمود الخطيب في وقت صحته يعني عامله ايه في دبي؟ ما انا اقول لك امس يعاد لي ازاي يحصل كده ويتقال كده وبتاع ويعاد لي، قلت له يا فندم خلينا في صحتك الاول. قال لي الله انا في مستشفى عالمي جديد بيجيبوا دكاتره عالميين خبراء في ابو ظبي في الامارات تحديدا، ما سالتش على اسم المستشفى عشان ما سببلوش ازعاج والناس تبتدي يعني. وانا يعني بتاهب لعمل عمليه قد تستغرق فتره نقاهتها 3 اسابيع. تابع معايا عدلي
بالذوق وبالشياكة وبالأدب وبالقانون وباللوائح وبكل الوسائل التي تليق بالنادي الأهلي كيف أحصل النادي الأهلي على حقه. بس فبنقول له أولا بإذن الله تقوم بسلامة، ما تنشغلش، الأهلي يدافع عنه جنوده، يدافع عنه تاريخه، يدافع عنه قيمه، يدافع عنه مبادئه. واللي عايزين بقى كل شوية المقارنة والمعايرة ما تلعبوش اللعبة دي. المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق له منا كل الاحترام رئيسا للنادي الأهلي، واللي يجي ناحيته هنغير عليه نفس الغيرة التي نغيرها الآن على الكابتن محمود الخطيب أو على أي حد في النادي الأهلي أو على تاريخ الأهلي. صحيح. فمن فضلكم برضو أيها المخترقون خدوا بعضكم وروحوا في حتة تانية. هل المخترقين يمتنعون ولا هل المخترقون يمتنعون؟ انت اصلك ايه؟ عيد لي على الواحد. المخترقون يمتنعون، لكن القول في اللي قاله المهندس عدلي ما يخص الشأن الاهلاوي، الاهلي عارف ياخد حقه كويس قوي ويتبع الطرق القانونية ويسلك القنوات الشرعية، فبالتالي على جمهور الاهلي الا ينزعج او يقلق ابدا على قدره رجال الاهلي ان هم يجيبوا حق الاهلي كويس قوي. بس كمان ما حدش هيفرض علينا منازله في توقيت هو عايزه. ايوه احنا بنختار خدوا الميدان والسلاح والتوقيت. كل واحد من دول عايز توقيت يخدم مصلحته هو في مشكلته هو. بالظبط. على الجمهور الا يستدرج لمثل هذه الامور على الاطلاق. كل واحد يشيل شيلته في التوقيت اللي بيواجه فيه مشاكله وازماته. لكن انه حد يعتقد انه اذكى من ان هو او اذكى من تقديراتنا في انه يفرض حاجه في توقيت يشغل بيها حاجه عن حاجه، لا، هذا لن ينطلي على احد على الاطلاق. لكن في نفس الوقت حقوقنا الشخصيه نعرف نجيبها كويس قوي 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 بره الاطار المهني تاني. وبره اكد يا استاذ ابراهيم في الكلام الجميل اللي بتقوله ده ان الاجراءات اتخذت بالفعل. بالظبط. ففيما يخص الشأن الشخصي لا لا قوي كمان. ما يخص الشأن العام نحن ندرك مسؤولية الرسالة الإعلامية اللي علينا أو مطلعين بيها، ندرك كويس قوي طبيعة العلاقات بين الجماهير، ندرك أهمية تلاقي الأهلي والزمالك، الزمالك الحقيقي. أنا أعتقد الكابتن شوير امبارح لما حب يعلق على حاجة تخص الكابتن الخطيب لقى اللقطة المضيئة انه الكابتن الخطيب هو اول من رفض وبشده ان في جمهور في الدرجه الثالثه يهاجم او يتطاول على رمز كبير وقيمه كبيره في نادي الزمالك الكابتن حسن شحاته. وتفتكروا في مباراه القمه اللقطه الشهيره لما اخذ الكابتن الخطيب الكابتن حسن وراحوا الجمهور الناديين، وكانت فعلا بدايه لحاله من الهدوء الشديد في المدرجات. فهذه المسؤوليه تجاه الناديين الكبيرين نحن نعيها جيدا، لكن الشغل الصغير ده لن ينطلي علينا. أسهل حاجة صدقوني في المناخ الإعلامي المنفلت بهذا الشكل، أسهل حاجة قلة الأدب. أصعب شيء الأدب نفسه. الأدب نفسه والالتزام بالمعايير المهنية والالتزام بتقاليد المهنة والالتزام بالضوابط الأخلاقية المحددة لهذه الرسالة الإعلامية اللي احنا مسؤولين عنها والتي ربما لا يعرف عنها هؤلاء أي شيء على الإطلاق، وفيما يتعلق بالمجال المهني مستعدين لأي نقاش، دول أبعد ما يكونوا عن ضوابط المهنة. لكن ما يخص النادي الأهلي هناك قنوات شرعية، هناك طرق قانونية، هناك حق بالكامل للنادي الأهلي هيجي. أرجو أن يكون الأمر واضح بهذا الشكل، لكن ما حدش هيفرض علينا حاجة في توقيت هو عايزه، وأعتقد قدام شوية هتعرفوا معنى هذا الكلام. باشمهندس عندك تعليق تاني؟ ما احنا عايزين نتجاوز بقى ونخش في ما يفيد الناس. ما يفيد الناس، سيبك من كل الكلام ده. كل سنه وانت طيب. هو ده يفيد الناس؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. والله كل سنة انت نكشت طيب. حاجه بقى وانت بالصحه والسلامه. مهندس الصفقات، كل سنة وانت طيب. مهندس الصفقات الثعلب، رجل الأهلي الكبير المخلص، أيقونة الأهلي،
درع الأهل وسيفه، ومعه ومع ملك وكتابة ما تخافش على الأهل. ألقاب كثيرة وصفات مستحقة ومكانة بارزة في وجدان الأهلوية استحقها المهندس عدل القيعي، دليل الأهل ومرجعيته، صائد صفقاته وكاتم أسراره، كائد أعدائه. كل سنة وانت طيب يا مهندس الصفقات، ومفرح كل الأهلوية. محمد عدل محمود رياض القيعي ولد في كفر الزيات بمحافظة الغربية من أسرة أرستقراطية عريقة لوالد كان من بين رجال السياسة والقوة الليبرالية في مصر، شاغلا عضوية مجلس النواب عن حزب الوفد ثم الأحرار الدستوريين، ليشرب منه ابنه النجيب قيم الوطنية والليبرالية وأخلاق ولاد الناس. ارتبط القيعي الحاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة مع الأهلي بعلاقة حب طويلة. كان لا يوجد مجال أو مكان لم يخدم القيعي فيه الأهلي، يعبر فيه عن حبه دوما وإخلاصه وتفانيه وصدق انتمائه. تولى القيعي مدير تنس الطاولة من عام 1965 إلى عام 1976، أسس مجلة النادي الأهلي عام 1974 كأول مجلة رياضية متخصصة تصدر عن نادي في مصر. كان عضوا لمجلس إدارة الأهلي في الفترة بين عام 1975 إلى عام 1980، بات مشرفا عاما على النشاط الرياضي في الفترة من عام 1985 إلى عام 1987، كان مسؤولا عن كرة اليد بالنادي وبناء فريق جديد للنادي من عام 1988 وحتى عام 1990. كان عضوا لمجلس إدارة النادي فيما سمي بمجلس الإنقاذ الذي تولى المسؤولية بعد سحب الثقة من المجلس الذي سبقه عام 1991 و1992. كان مديرا عاما للنادي الأهلي في الفترة بين عام 1993 إلى عام 1998. أصبح متحدثا باسم الأهلي في الفترة بين عام 1993 إلى عام 1998. القيعي أنشأ أول إدارة في مصر للتسويق والاستثمار الرياضي بهدف تحويل النادي إلى شركة على غرار الأندية الكبرى من عام 2001، ومستشارا للجنة الكرة بالنادي الأهلي لشؤون الاحتراف وانتقالات اللاعبين. شارك في إنشاء شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بهدف امتلاك أول قناة تلفزيونية خاصة بالنادي، هو المشروع الأول من نوعه في مصر، بالإضافة إلى تسويق حقوق النادي. كما شغل القيعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد في فترة مهمة من التسعينيات، وكان عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة في أكثر من مناسبة. أثر العمل في عدة لجان باتحاد الكرة بعمل تطوعي كبير، سواء في شؤون اللاعبين أو المسابقات أو الاستثمار والاحتراف. كلفه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ضمن لجنة من الخبراء بصياغة لوائح وأفكار تطوير آليات الاستثمار الرياضي. القيع ارتبط بعلاقة تقدير ومودة وحب مشترك مع المايسترو صالح سليم في التفاني والعطاء والأخلاق منذ أن عملا معا. أدار انتخابات صالح سليم وكان أول من صاغ شعار الأهلي فوق الجميع ليكون مبدأ لكل من خاض انتخابات الأهلي فيما بعد. كان ضمن الوفد الرسمي الذي ترأسه الراحل الكابتن صالح سليم في جوهانسبرغ لاستلام جائزة نادي القرن الإفريقي، بل ترشح مع الراحل صالح سليم في قائمته بانتخابات عام 1992. القيعي أبو محمد أحد عشاق الأهلي وشبابه البارزين، ومنه الشاعر الغنائية نشأ على حب وعشق الأهلي. تاريخ حافل وعطاء وحب صادق للأهلي، ودرع وسيف للدفاع عن الأهلي. كل سنة وانت طيب يا مهندس الصفقات، ودائما معاك ومع ملك وكتابة. معانا في ملك وكتابة، ما تخافش عليه.
يلا 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 احنا حلوه طيب باسم يعني اسره الاعلام كله في النادي الاهلي وحضرتك يعني مؤسس هذا الكلام من سنه 74 لما اطلقت فكره مجله النادي الاهلي وقناه الاهلي احد يعني دعائم منظومه الاعلام في النادي الاهلي واحنا باعتبارنا عائله الاهلي بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. انت حضرتك جزء من تاريخ النادي الاهلي ركن اساسي من اركان اعلامه ان شاء الله باذن الله عقبال 100 سنه دايما ملك في اعلام النادي الاهلي وبتكتب على الشاشه وبتكتب في المجله حاجات كتير بتفيد الجماهير. كل سنه وحضرتك طيب وكل زمايلي واسره النادي الاهلي بخير وعائله الاهلي كلها بخير. احلى كلمه قالت عائله الاهلي لان شاعر ان في عائله هو ده اهم شيء وده الشيء اللي عائله الاهلي عائله المجله عائله القناه ولكننا كلنا من قبيله الاهلي. طيب كل الزملاء كله عايز يقول لك كل سنه طيب سريعا يا استاذ عصام شركوت. لا انا عايز اقول له سنه حلوه يا باشمهندس وسنين الاهلي مع عادل القيع اللي دايما بينكر ذاته هو النموذج فعلا اللي بيتصدر للناس ان هو ده الاهلي نقطتين يعني الاهلي. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس وان شاء الله سنوات عديده نحتفل بها بحضرتك في هذا المكان. محمود المخبزي كل سنه حضرتك طيب يا باشمهندس ودايما سيف ودرع النادي الاهلي في كل وقت يا رب دايما. محمد مصطفى انا بس خلي حسن الختام للمسؤول. كل سنه طيب يا باشمهندس عادلي. المهندس عادلي بالنسبه لنا هو الاب الروحي ومش عايزين نقول اكتر من احنا كلنا بنحبه ونقدره. لا 27 ونص يا فندم. كل سنه يا باشمهندس الصفقات ودايما في خير وسعاده كده يا رب. كل سنه كابتن هيثم السعيد اللي كان واحد من الصفقات القويه اللي المهندس عادلي عملها. طبعا كنت لسه اقول الكلام ده حضرتك خدته من على لساني. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس عادلي ويكفيني شرف وفخرا ان دخلت النادي الاهلي من بوابه كبيره بوابه الكابتن عادل القيعي وقعدنا يعني يمكن اول لقاء كان مع حضرتك كان في مكتب منشار حلمي لو حضرتك تتذكر وكان ليا شرف كبير جدا ان انا دخلت النادي الاهلي من بوابه كبيره بوابه الكابتن عادل ومزيد من الصحه والتوفيق. انت ضحيت بشيء مهم جدا. انت كنت عضو في مجلس اداره نادي الزمالك وكنا بنبحث الوضع القانوني. انت عايز ترجع تلعب في الاهلي واهلا بيك في اسره الاهلي. اكيد طبعا يا كابتن عادل واتمنى لحضرتك رياضيه واعلاميه ولا صفقه رياضيه. هو اثبت وجوده الاعلامي بس حضرتك عملت دور في الصفقه الاعلاميه مؤخرا يعني مش عايز اقوله على الهواء. يستحق والله يستحق. يبارك في حضرتك ومزيد من الصحه والسعاده يا كابتن عادل يا رب. استاذ عماد الغول رئيس القناه ومسك الختام بقى. دي تاني مره نحتفل على عيد ميلادك معانا هنا. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله تبقى 10 سنين قدام 20 سنه قدام كل سنه نحتفل بعيد ميلاد حضرتك هنا معانا في قناه النادي الاهلي ويا رب مزيد من النجاح والتوفيق والصفقات وكل حاجه كويسه للنادي الاهلي يا رب. ربنا يخليك. شاكرين ويعني انا ارجو انا معايا المايك بتاعي العلم نور يعني انا اشكركم على كل هذا الحب وهذا يعني الود اللائق باسره النادي الاهلي. ارجو ان اكون عند حسن الظن واشكركم على المفاجاه السعيده اللي عملتوها لي دي على الهواء ويا رب خلينا عند حسن الظن. اشكركم. كل سنه وانتم طيبين يا باشمهندس. تاني استاذ ابراهيم استاذ ايمن تعالوا يلا Happy birthday to you. Happy birthday. الحاجة المهمة اللي اتكلمت على المهندس عادل القيع اللي بنشكر عليها الكابتن أحمد شوبير امبارح الزميل والصديق العزيز فيصل زيدان كان له تقرير أيضا ثري جدا بالإضافة للتقرير اللي زعناه المهندس عادل القيع بناء على رغبته حب يسمع هذا التقرير دلوقتي. أنا ما سمعتوش امبارح وقيل لي الحقيقة. اسمعوا دلوقتي. المهندس عدلي القيعي
ظاهرة أهلوية فريدة جدا، قدرت تحفر لنفسها سطر خالد في كتاب تاريخ الأهلي المجيد، وحجزت مكانة خاصة جدا جوه قلب كل أهلاوي عاشق قريب كان أو بعيد. ما كانش لاعب ولا الملعب كان عليه شاهد تاريخ، لكنه حارس أمين على أسرار الأهلي على مدار تاريخ، وبلاي ميكر في كل صفقة احتاجها الأهلي يوصل بيها للهدف من أقصر طريق، حتى لو كانت الإغراءات من الآخرين ملايين. هداف مخلصاتي مهما كانت دفاعات المنافسين، قناص عارف إزاي وإمتى ياخد قرار، وهو في الأصل بير أسرار ملوش قرار. قليل الكلام في وقت فيه الكلام عند ناس تانيين حرفة، وكلامهم كل يوم عامل زحام. مؤمن جدا بحكمة الصمت من ذهب، يقينا منه بإن البراميل الفارغة أكثر دقيقا، وفيه نقول كمان عارف يعني إيه أهلي، ويعني إيه يبني مع ناديه طوبة مجد في أعظم جدار. عارف يعني إيه يصون سر الأهلي بيته والبيوت أسرار، وغيره مطلع كل أخباره بره قبل جوه، وكأن بيته أصلا ملوش جدار. ولأنه أهلاوي صميم والأهل معشش جوه قلبه وساكن جواه بين الضلوع، كان في كل خطوة عارف إزاي يقدم لناديه الشهر في وقت غيره ما يعرفش فيه غير الدموع. القيعي اللي بدأت علاقته بالأهلي كسكرتير لفريق تنس الطاولة منتصف الستينيات، كان صاحب فكرة ظهور مجلة الأهلي سنة 74، وكان عضو مجلس إدارة ومدير نشاط رياضي ومشرف على فريق كرة اليد ومدير عام للنادي ومتحدث رسمي باسم الأهلي، وكمان هو أشهر مهندس صفقات كروية في الوطن العربي بأكمله، ومستشار لجنة الكرة لشؤون الاحتراف، ومدير تحرير مجلة الأهلي وعضو مجلس إدارتها، وشاهد كبير على كل مراحل إنجازاتها ونجاحاتها. من الآخر عدل القيعي في حتته ملك تحلى فيه دايما كل الكتابة. عيد ميلاد سعيد يا باش مهندس، وعقبال سنين جاية كتير، وتفضل مسيرتك مرجع يتعلم منه الصغير وقبل منه الكبير، وتفضل سيرتك رواية حلوة يحكيها كل جيل لجيل، واللي زيك تملى سيرته كتب التاريخ، وغيرك يتمنى حرف منك لكنه مش قادر. أصل التاريخ ما بيفتحش بابه إلا للي زيك، واللي عدل وقيعي يفضل القلب حفظك ويفضل التاريخ فاكرك. أهلا بحضراتكم من جديد. المهندس عادل القيعي أنا أعتقد وجوده أو تشرفي دائما بوجودي إلى جانبه كتير لما بيلجمني وبيمنعني أن أنا أقول كلمة حق مستحقة ليه، لكن أوعدكم مرة يتأخر يسافر ما يجيش يتشغل بالصفقة، لأنه بعد ما ساب المتحدث الإعلامي بقى فضيلي أنا، فإن شاء الله أوعدكم بأقرب فرصة أحاول أديله جزء من حقه اللي أنا أعرف أنه حاجة كبيرة قوي. باشمهندس تاريخ طويل مع النادي الأهلي، وواحد من المرادفات المهمة المقرونة بالنادي الأهلي دايما. القصة دي بدأت إزاي؟ لأنه الناس كتيرة تعرف عدل القيعي مهندس الصفقات نجم الصيف دايما، ودلوقتي نجم الماركاتو الشتوي بقى فيه شغل إضافي. حبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء. والعطاء الإعلامي ما شاء الله الكبير، واللي أنا يعني بشكر كل الجماهير وكل السادة المشاهدين اللي عندهم كل هذه الثقة بالبرنامج وعندهم كل هذا الارتباط وهذه العلاقة مع ملك وكتابة. لكن علاقتك بالنادي الأهلي أصلا بدايتها وجذورها إزاي؟ قبل ما ابتدي في هذا الموضوع دعني أن أنا أقول أن أنا أعيش أهم عيد ميلاد في حياتي. لم أتوقع حجم هذا، مفاجأة مرعبة، حجم هذا الاهتمام، حجم هذا الدفء اللي بشعر بيه بقالي يومين ثلاثة. لو جزى الله الحوادث عني خيرا. فتصور يعني أنت في لحظة أراد أحد بك سوءا فقدم لك الهدية الكبرى، أن الجماهير
وكانها يعني كانها بتقول لي ما يهمكش او مش عارف ايه وعايزه تطمن عليا، مع ان انا ما عنديش حاجه يعني تخليهم ينزعجوا يعني. انا مش شاعر يعني ان حد صحيح يعني ياما بيحصل لنا احنا في الطريق حاجات من دي يعني. والقافله تسير لكن اهتمام الناس والولاد اللي بيكتبوه على الفيسبوك. وبعدين امبارح بالليل انا قلت اخش، كنت مرهق كده وقلت انام بدري. بدري دي كانت الساعه 12 ل 10 كده. وانا لسه بتهيأ للنوم لقيت انا بعمل تليفوني على السايلنت على الصامت، لقيته بينور بيطفي كده، قلت اما ارد، لقيت الفنان العظيم الاسطوري الصديق الحميم اللي دائما يتذكرني واتذكره، الزعيم لا عادل امام. لا ده لازم ارد، ما ينفعش ما ارد. اه يا حبيبي ازاي؟ قال لي يا عم ازيك وكل سنه وانت طيب. ده اول مره يخش النادي الاهلي على فكره، كان بيصور فيلم. ويوميها انتوا دفعه واحده في كل التزاع. يوميها كنا رايحين ماتش كوره. فهو كان قاعد مستني. فقلت له ما تيجي معايا الماتش. واحنا راجعين قال لي يلا، ده الناس طالعه من طرها بتقول اهلي، انا اهلاوي. كان ده مالي ينكشني يعني، ينغشني انا وصلاح السعداني. ربنا يديله الصحه. فمن يوميها عشق الاهلي وتعرف على الكابتن صالح سليم وعشق الاهلي. فلقيته بيكلمك امبارح؟ لقيته بيكلمني يقول لي كل سنه طيب. قلت له يعني، قال لي لا ده انا لسه سامع في التلفزيون وهو بيكلمني، ابني سمع صوتي فعرف ان انا صاحي فجالي قال لي سمعت التقرير بتاع كابتن احمد؟ قلت له ابدا انا كنت داخل انام. قال لي لا ده اعمل لك تقرير لذيذ كده وبتاع. وبعدين يعني قلت له طب الصبح اشوفه، طبعا ما لحقتش التقرير. ده اللي انت طلبته وعدته له؟ قلت عايز اشوفه. يعني عايز اشوف قال ايه يعني، لانه كان ابني بيقولها وهو كان زعلان من الكلام والتجاوزات. قلت له يا ابني ما تزعلش ياما من ده كتير، وما تاخدش الكلام ده، اللي بيعمل في العمل العام لازم يتحمل. هذا التعبير في مداخله متهيألي سواء توك توك بيكسر عليك. لا هو كابتن احمد حسن بيسالني، لما قلتش كده هو اللي قال. قلت له احنا معرضين للمضايقات طول ما احنا ماشيين. مش معقول هنزل اتخانق مع اللي بيشتمني. قام قال لي يعني ايه سواء توك توك كسر عليك؟ قلت له مثلا يعني. فانا لا مش عايز عشان الناس الاسقاطات اللي بتعملها. انا يا جماعه الكلمه دي الله يرحمه نعمان بيه صبري مدير النادي الاهلي ورجل حكيم وكان بيحبني. فمره انا زعلان كده بقول له يعني كرامتي مش كرامتي، كان وعد بحاجه ما عملهاليش. قلت له ما تاخدنيش على قد عقلي يا نعمان بيه، وانا كنت عضو مجلس اداره بقى يعني فرحان. قال لي بس يا استاذ عدلي طيب بابتسامه لذيذه كده. قال لي كرامتك في ايدك، وحد يقدر يجي ناحيتك؟ كرامتك في ايدك، اللي يجرح كرامتك تصرفاتك. فبصيت له كده، قال لي يعني لو واحد شتمك في الشارع ده بصيت له بترفع، الناس هتقول شوف الولد قليل الادب. طب لو جريت وراه هيقول شوف الراجل الكبير اللي عمل عقله بعقل عيل. صحيح. الكلمه دي علمتني طول حياتي انظر الى الامور بهذا المنظور، فلسفه التعامل مع الحاجات دي. فانا لما بيكلمني الكابتن احمد حسن قلت له ما هذا ما معناه يعني، ده اللي اقصده يعني. بعيدا عن المشكله بتاعت النهارده، ده انا نصيحتي لكل ولادي وكل الشباب الجديد، ما تاخدوش الامور من منظور ان في طار وكلمه بالكلمه. لا 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 ابدا. كثيرا ما تفوز وانت في لحظه الترفع، الهزيمه، اللي قدامك عايز يوجعك ما يوجعكش. اللي يوجعك انك انت تغلط. والله لا يوجعني الا يوم ما بغلط. انا ليه عملت كده؟ انا ليه ما مسكتش نفسي؟ فاما عكس هذا ولا الكلام ده ياثر معايا في شيء. بس تصادف ان الاهلي تم الزج باسمه فاهتمينا. في كل الاحوال دع القصه دي. بسالك العلاقه مع النادي الاهلي. العلاقه مع النادي الاهلي، ولا كنت في يوم من الايام احلم ان انا اعدي جنب سور النادي الاهلي. معقوله؟ انا كنت من قاطني حدائق القبة، بس انه قراشي من الابتدائي لحد الثانوي. مرورا بالاعدادي. ودي كان ثلاث مباني مستقله. وانا في حدائق القبة في الابتدائي كان في مجلة اسمها اليراع الحر. أستاذ اللغة العربية كلمني من مدة فكرني، قال لي أنت كنت بتكتب معانا في اليراع الحر. اليراعي. اليراع. اليراع. القلم. أوكي. الحر. في ابتدائي. وبعدين لما رحت الإعدادي مجلة اسمها الفراشة. قالت لي إني كنت بكتب أنا كمان فيها. واخد بالك؟
وكان وراني بقى نسخه منها كان 3 4 صفحات كده متدبسين. فالحقيقه واضح ان ولعي بالكتابه كان من الصغر. طب ايه النادي الاهلي دخل فين؟ النادي الاهلي دخل لان انا ما كنتش عضو في اي نادي. كانش في انديه قريبه مننا يعني. وكان معايا عربيه بتوديني وتجيبني. فانا كنت النادي بتاعي هو الشارع. الشارع بتاعنا فيه 4 5 6 عمارات قرايبنا وبتاع فكنا بنقفله. وكان يخدم فيه برضو رجل الاعمال الشهير محمد نصير. وكنا يعني كلنا عيله واحده يعني كلنا الشارع ده كنا نلعب في الشارع. لعبت الكوره ولعبت الفولي عملت شبكه فولي بالضبار وبقينا نربطها بين العمودين ونلعب والهوكي بجدران النخيل اللي كل الالعاب اللي كانت في المدرسه النقراش عندنا كنا بنلعبها في الشارع. نحمد الله عليها. ده الدكتور احمد زوير رحمه الله عليه والاستاذ صلاح منتصر. وانا كنت عامل ندوه اول 3 ندوات للدكتور احمد زويل في مصر عملتهم له وانا مدير نادي الجزيره. الاولانيه كانت في قاعه ضيقه كده، الثانيه كانت في ملعب التنس عشان كل الاعضاء كانوا عايزين. طيب وشخصيات الحقيقه طبعا. فانت يعني في حدائق القبه خلصت بقى ايه؟ مين ده؟ مين ده بقى؟ ده اللي مد اللي قاعد قدامك. شفت الجذور؟ ايوه يعني ايه بس انت كلاس ايه ده يعني وفارق بالنص وشغلانه. بص يا جماعه ايوه ده مين بقى؟ رحمه الله عليه ده ابويا الله يرحمه. شفته عشان الصورتين مهمين وليهم ارتباط ببعض. ده واحد من رجال ده انا ابويا بقى احكي لك قصه طريفه. يمكن انت مش عايز تقول دي. ده واحد من خيره رجال الحركه الوطنيه المصريه في نهايات القرن الماضي. ده واحد من قيادات حزب الوفد اللي خرجوا منشقين عن حزب الوفد واسسوا الاحرار الدستوريين مش كده؟ هو كان مع محمد محمود باشا عندما اسس كان سكرتير هو الحزب كان سكرتير الحزب ايوه وده الصوره دي 30 31 سنه محمود رياض القيعي وكان عضوا بالمجلس النواب يعني عضو مجلس النواب وسكرتير حزب الاحرار الدستوريين الحمد لله يعني الاحزاب الليبراليه المهمه في الفتره دي اللي انشق عن حزب الوفد وده الوشاح اعتقد اللي لابسه ده كان اعتقد ده بتاع مجلس الشعب وبعدين حد برضو في العيله يعني شاف ان انا يعني جدير ان احتفظ بالحاجات دي بعتها لي يعني السنه اللي فاتت بس السنه اللي فاتت يعني ما كانش عندك الصوره ما كانتش عندي الصوره دي وما كانش عندي الناشين دي والوشاح ده لكن هو يعني كان في قصه طريفه بقى في تسميتي انا شخصيا انا اسمي محمد عدلي مركب ليه جدي ابو والدتي كان وفديا وكان عشان عدلي يكن بقى كان وفديا كبيرا وصديق لطه حسين وصديق لعلي ماهر باشا وصديق للنحاس باشا وياما شفتهم وانا في المدرسه عنده في البيت فلما يعني خلفوني وقالوا نسميه عدلي فطبعا ما انطلتش الحيله على ابويا لا نسميه محمد فما انطلتش الحيله على والدتي قالت الله انت هتسميه محمد محمود على رئيس الحزب والتاني انت عدلي يكن فاستقر الامر ان محمد عدلي يبقى محمد عدلي قصه ما تهمش حد لكن محمد انا بقول لك دي اتحكت لي يعني فانا اسمي مركب ناس كتير ما تعرفش ان اسمي محمد عدلي بس شهرتي عدلي القيعي فانت سميت محمد عشان يبقى محمد عدلي عشان بقى نكمل الكبير في العيله عندنا ينزل محمد يعني اول صبي ينزل متسمي محمد هذا من التقاليد يعني فانا بالنسبه لي لما جت بقى خدت الثانويه العامه اتنقلت في العجوزه في شارع النيل في العجوزه قدام النادي الاهلي ما كانش كوبري لسه اتعمل فكان في مركب كده بقرش اللي جنب مستشفى الشرطه على طول تركب المركب دي تعديك مراكب قد بقرش ساق النادي الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه فكنت اروح اتمشى يعني بينك وبين النادي قرش ساق تعديه وبعدين كان ليا 2 3 اصحابي من المدرسه كان في عمر توفيق لما يسيب الخير كان بيلعب في النادي الاهلي كوره عمر عايز اخش النادي الاهلي بتاع قال لي طيب تعالي اكتشفت ان من اصعب الحاجات انك تخش النادي الاهلي وانت مش عضو خاصه المنطقه بتاعه الاعضاء العاملين يعني كان دايما في باب لحد ما انا مدير نادي الباب ده كان موجود يفصل بين منطقه الاستاد
والملاعب وعن حديقة الأعضاء العملية. ما كانش في حد يقعد فيها. يعني كل الرياضيين يقعدوا الناحية التانية. ده الأستاذ عبد العظيم سند كبير مشجعي النادي الأهلي في حفلة برضو. ده يعني مسيب خير محمد عبد الجيد كان رئيس الكنترولات ويعني ادوني جاي بيكرموني كرابطة مشجعي النادي الأهلي. ده الدكتور عمارة وهشام سعيد. طبعا دي في, طيب. في المهم يعني اتفضل بسرعه عشان الحلقه مش بتاعتي. اتفضل. لا انا بعد كده بتاعتي. عشان قررت اعمل العضويه فطلبت اعمل عضويه فامين بشعير وكان قريبي يعني في نسب بينا قال لي عدلي لازم تخلص بكالوريوس. يوم ما استلمت شهاده بكالوريوس سنه 64 كان عندي 20 سنه عملت العضويه. عملت العضويه 21 سنه. عملت العضويه. عملت العضوية العاملة ومليش حد في النادي يعني. أنا مؤسس عضوية القيعي في الأهلي. في الأهلي. بس. طيب في عيد ميلادك الجميل الحقيقة اللي حريص على الاتصال وتهنئة حضرتك بعيد الميلاد وربما الحديث أكثر الأستاذ بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة. يا أستاذ بكري أهلا بسعادتك. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. إزاي حضرتك؟ أنا بهني الأخ الكبير الفاضل المهندس محمد عدلي. ايوه ابن الاصول. هنصحح الاسم بقى. وقد ايه انا سعيد جدا وانا بتفرج عليكم ومصر كلها بتحتفل بهذا الرمز القيم المحترم اللي اتعلمنا منه كتير وتعلمنا من النادي الاهلي الكتير. وكان نفسي وانا طبعا بشوف كابتن محمود الخطيب وهو بيكرم رموز النادي الاهلي وفكركم كفكر راقي ومحترم ما بتردوش على البذاءات وانكم اعلى بكتير من اي اهانه اي ما كان يسددها لك يا باشمهندس عدلي. وكفايه سرد التاريخ اللي قاله الاستاذ ابراهيم المنيسي والاستاذ ايمن بدره والمجموعه استاذ عصام شرتوت اللي قالوه عليك ده قليل قوي بالنسبه لك. صحيح. احنا كلنا كزملكاويه بنتعلم تماما من مدرسه النادي الاهلي وتتعلم تماما من كبار وجذور ورموز النادي الاهلي وعلى راسهم الكابتن الكبير صالح سليم والكابتن حسن حمدي والفريق مرتجي والكابتن العظيم محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر. وقد ايه انتم محترمين قوي لما بتحيوا رموزكم وبتحافظوا على الرموز وبتحافظوا على القدوه ده ناتج على انكم ولاد اصول ولاد ناس ومتربيين كويس قوي. والتاريخ اللي اتسرد دلوقتي والوالد العظيم واوعدهم النواب يعني من البشوات بتوع زمان المحترمين اللي يقدر يقدرهم ولاد الناس المحترمه اللي زيكم. وانا بقول من هنا قد ايه انا كراجل زملكاوي غيور جدا على نادي الزمالك وقد ايه انا شايفكم في منظر محترم نتمنى ان يكون نادي الزمالك يتحلى بنفس الاخلاق المحترمه اللي انتوا كلكم موجودين عليه. وهنيئا لكم الراجل المحترم المهندس عادل القيعي حتى لو في اختلاف وجهات النظر وهو راجل محترم بيمثل مؤسسه محترمه. وانا من هنا بقول لك كل سنه وانت طيب حبيبي وعقبال مليون سنه ليك وللنادي الاهلي لكل الانديه المفروض المحترمه تتعلم منهم وتتعلم القدوه. وكفايه ان حضرتك تقول ان هيثم السعيد وهو عضو مجلس اداره في نادي الزمالك فضل انه يكون لاعب في النادي الاهلي وبالرغم من كده وهو زملكاوي من طفولته لكنكم احتضنتوه احتضان الابن اللي متربي في النادي الاهلي. دي قيم كبيره جدا تعلمناها منكم ونتمنى باذن الله الاجيال القادمه تتعلمها منكم. وانا بهنيك يا باشمهندس عدلي وكل سنه وانت طيب وبهني برنامجك العظيم أخ إبراهيم المنيس والأستاذ أيمن بدرة وكل سنة وأنتم طيبين ودايما مصر فوق الجميع وربنا يوفقكم. أيوه مصر فوق الجميع. أستاذ بكري دي لحظة مهمة. دي مكالمة غالية علينا من قيمة زملكاوية ورياضية من أسرة زملكاوية عريقة بنشكر حضرتك عليها جدا. بس لا أنا عايز أكلمه كلمة واحدة بس. اتفضل. خليك معانا خليك معانا لحظة. أستاذ بكري هذه مكالمة من أهم المكالمات التي تلقيتها. لأنها في لحظة يتصور البعض أن العمل قد يسفر عن خلاف ولكن التقدير والاحترام المتبادل لا يمكن يضيع.
هل أنت تسعى لمصلحة مكانك وأنا أسعى لمصلحة مكاني، ولكننا نحترم بعضنا البعض ونرى بعضنا البعض صح. أنت وقد قلت الكثير في حقي، دعني أقول لك سر الأول مرة، ما كانش عامل لي قلق في نادي الزمالك غير إسماعيل سليم. ده صحيح. وكنت تملى أقولها للأستاذ إبراهيم، كنت تملى أقولها، الراجل ده مشكلته أنه فاهم وبيشتغل وهو ساكت ونضيف. وانا بخاف من النوع ده ونضيف ونضيف طبعا فانت الحقيقه عائله شرقاويه جميله. اشكرك على المكالمه وتحياتي لمحمد بيه عبد السلام قريبي وحبيبي. انا ليا كلمه اخيره بعد اذن سعادتك. اتفضل حضرتك. بما ان سعادتك جبت سيره الدكتور اسماعيل سليم فانا اتذكر مقوله كان الاستاذ المرحوم الاستاذ ناصر سليم وهو صديق وعزيز وقريب لنا فكان بيتكلم يقول احنا نفسنا ان واحد في نادي الزمالك بعد المهندس محمد حسن حلمي يكون زي صالح سليم في النادي الاهلي. فالدكتور اسماعيل قال له انا اتمنى ان انا اكون على نفس منوال الكابتن صالح سليم القيمة والقامة ورحمة الله عليه. وعلى فكرة قريبة اسمه سليم برضو. اسمه سليم برضو يعني قريبة. ده الاصل في الاسم بقى ولا السر في الاسم يعني بزيك. احنا انا معتز بالمكالمه جدا، اشكرك عليها وارجو ان احنا او انا على الاقل ان انا اكون على قدر هذا التقدير، ويا رب اكون استحق يا رب. وارجو يا ابراهيم انقل بقى، ما احناش هنقدر. شكرا يا استاذ بكري. شكرا للاستاذ بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقصه والزمالك واحد قياداته ورموزه، مع الدكتور اسماعيل سليم سليل هذه العائلة الزملكاوية الأصيلة جدا. صحيح. عايز أقول لك بمناسبة الأهلي والزمالك، منذ لحظات انتهت مباراة بنات الكرة الطايرة بين الأهلي والزمالك. بنات الأهلي بطلات أفريقيا فزنا 3-0 عشان يتوج الأهلي مبكرا ببطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بأسبوع، يضيف الدوري لبطولة أفريقيا وتبقى كأس مصر عشان يحققوا الثلاثيه. تعرف دي تعمل كام بطوله؟ مبروك لكابتن حمدي الصافي، مبروك لبطلات النادي الاهلي، مبروك للكابتن رؤوف عبد القادر اللي الحقيقه كانت عودته لقياده النشاط الرياضي عودا حميدا للكره الطايره تحديدا وللبنات كمان على وجه الخصوص، باعتباره صانع الفريق الذهبي لافضل فريق جماعي ربما في تاريخ مش الكره الطايره بس، اللي لعب 17 بطوله ولا 18 بطوله. صحيح. ده هو ده لما اعتزل التهاني توصل انا تصورت ان خلاص كره الطايره، فاذا به كان يستعد من خلال الجماعيه واظهار نجمات متكاملات. الحقيقه عايز اقول حاجه، لما غادر الكابتن رؤوف موقعه في 2014 مع المجلس الجديد كان له رؤية انه يجيب حد تاني. ايوه. لو رجعت للموسم ده هتجده افضل موسم في تاريخ النادي الاهلي في نتائج الالعاب. موسم قياسي. ايوه. الان يقترب من تحقيق هذا الامر، دي البطولة ال 41 في 4-5 شهور. ثلاث شهور ونص. البطولة ال 41، يعني احنا داخلين استوديو ب 40 بطولة، واحنا على الهواء البطولة ال 41. هكذا الأهلي يعني يحقق البطولات في كل حاجة، تنس طاولة، كرة طايرة، ولاد وبنات، كرة يد ولاد وبنات، كرة سلة ولاد وبنات، وإن كانت كرة اليد الولاد عايزة نظرة متأنية لدعمها. إنما لحد دلوقتي ماشي، هي بطل مرتبط. ألعاب القوة، تنس الطاولة، الاسكواش الأهلي يضع قدم قوية، عندنا بطل جديد هيبقى عالمي مصنف 17-19 سنة بيلعب يكسب البطولة البطولتين وبيلعب في البطولتين، يعني ممكن يلعب دلوقتي 17 بعد نص ساعة يلعب ماتش 19. اسمه حاجة مصطفى، ما هو بقى عيب ان احنا مش بنبارو شبابنا الحلو ده. ناصر زهران يعني يا ريت يبعت لنا حتى مسج يقول لنا نتائجه. لانه انا بقول لك الولد ده هتسمع انه احد ابطال العالم قريبا جدا جدا في الرجال ان شاء الله. فده شغل ما جيش اعتبارات. وايضا ما نقدرش نقول انه ما فيش راس ملوش جسم ملوش رجلين. صحيح. هذا تواصل لمجلس سابق اعد الكثير وتم البناء عليه. خلينا نعترف بالفضل، وخلينا مره يا جماعه نشوف ان خلافنا على بعض السياسات ليست خلافا على الأشخاص ولا على
تزييف التاريخ ابدا. ده تتويج افريقيا الاخير كابتن محمود الخطيب والدكتور عمرو علواني احد رموز النادي الاهلي واحد قياداته. مناصب دوليه افريقيه واتحاد دولي وكان كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر والد راني علواني وابن مصطفى علواني. مصطفى علواني وكان له ابن اسمه محمود كان بطل سباحه جامد جدا. صحيح صحيح. يمكن شهره رانيا غطت شويه على شهرته. لكن في كل الاحوال هي اسره قدمت الكثير من الابطال النادي الاهلي والمناصب الدوليه ورانيا تسير على هذا النهج. الاستاذ شوف خالد سليم ابن ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري هو اللي كان بنضاره من شويه بيسلم ده. ده شخص مهذب جدا ومحترم جدا وكان لاعب دولي ايضا. فالحقيقه البطولات بتقرب الناس من بعضها. حمد الصافي ما شاء الله يعني. طبعا حمد الصافي اهو استاذ خالد سليم ناصف سليم اللي بنضاره ده. عندك ايه بقى تاني؟ خلينا نخش مع الحياة هو انجاز تلو الاخر. فبنهني بنات الكره الطايره عليه وان شاء الله البطوله العربيه وكاس مصر فيحققوا الرباعيه الكامله هذا الموسم باذن الله. اللجنه المنظمه لمباراه الاهلي، لانه في كل ده احنا حلقتنا النهارده ولانه الاهلي فهو يعرف جيدا كيف يحتفي برموزه، كيف يحيي ذكرى بطولاته، كيف يتعامل مع التجاوزات، كيف يستفيد من كل الأحداث عشان يبني عليها أكتر، وكيف يتعامل مع الأحداث في توقيتها السليم في مجالها الطبيعي في حجمها وأيضا بمنتهى القوة والوضوح والاحترام. هو ده النادي الأهلي. ولأنه الأهلي الأشقاء العرب بيتهافتوا على استضافته واستضافة نجومه وفرقته في الخليج العربي. الأهلي لا يكاد يعني لا يفرغ من مهمة في دولة عربية حتى يتلقى دعوة أخرى، وده لأنه الأهلي يتلقى الأهلي كل الحفاوة والتكريم في الفجيرة بالإمارات، وهو يحل ضيفا على فريق الفجيرة اللي بيحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه. كان عنده اتفاق مع أحد الأندية الأوروبية أعتقد اليوفنتوس أو غيره عشان يجي يحتفل معاه بمرور 50 سنة، تم استبدالها بالنادي الأهلي عشان يحتفل النادي الأهلي بخمسين سنة على نادي الفجيرة. أنا عايز أقول حاجة. أستاذ خالد الرندالي هو مع رئيس نادي الفجيرة، لكن عايز أقول حاجة. ما لقاه النادي الأهلي من حفاوة واهتمام في هذه الإمارة الجميلة ومن مسؤول النادي على والإمارة يفوق ما سبقا تلقاه النادي الأهلي. يعني بيقول لك منذ لحظة هبوط الطائرة مراسم استقبال الفريق كانت بطريقة غريبة جدا، تسليط خراطيم المياه على بدن الطائرة وهي بعد أن يعني هبطت بسلامة الله لتحدث دويا مثل طلقات المدافع. طيب كنت عايز تبارك للكابتن رؤوف عبد القادر هذا الإنجاز الجديد طبعاً. للكرة الطائرة. كابتن رؤوف أهلا بيك وألف مبروك. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم واهلا بالكابتن عبد القيعي. اهلا بيك يا رؤوف. انت راجع عشان ترجع كره الطايره للبنات بطوله من بطوله للتانيه كده ما شاء الله. زي ما شرفتونا وبرنامج ملك وكتابك جميل رجع، كل حاجه جميله بترجع باذن الله. عود احمد يا كابتن رؤوف والف مبروك. اعتقد فوز مهم على الزمالك وتتويج مبكر بالدوري. يعني والحمد لله طبعا فاضل مباراه واحده مع نادي الشمس باذن الله، نتيجتها لا تؤثر على فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. ف يعني زي ما بنقول الفريق ده فريق من ذهب الحمد لله. يعني البطوله العربيه وبطوله افريقيا وبطوله الدوري، فاضل بطوله الكاس علشان باذن الله يحققوا الرباعيه. واحنا دلوقتي حضرتك بتكلمنا وانا ورئيس اللجنه العليا المنظمه الاستاذ محمد الجرحي متابعين البروفه الاخيره لحفل الافتتاح بتاع فرق الرجال بكره، وبنوعد الساده المشاهدين وكل جماهير النادي الاهلي بافتتاح يليق باسم النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله فريق الرجال يلحق بالسيدات وايضا يفوز ببطوله افريقيا عشان يضمها مع بطولة الدوري اللي أيضا فاز بيها
هذا الموسم يعني. يا جاهزين في حاله بدنيه وفنيه انت مطمئن اليها؟ يعني اتفرجنا والله على اخر تدريب بالكامل يعني انا والاستاذ محمد الجرحي ويعني اجتمعنا باللعيبه والحمد لله يعني هم راجعين من المعسكر بولندا قعدوا 11 يوم لعبوا اربع مباريات يعني كانت هامه جدا 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 وراجعين في فورمه بسم الله ما شاء الله والحمد لله تقريبا كل اللاعبين المصابين تعافوا من الاصابات فاعتقد يعني ربنا يكرمنا بقى كده يعني يعني التوفيق من عند ربنا باذن الله. قابلتك انا وانت رايح الظهر كده في النادي الاهلي كنت رايح تحضر القرعه قبل انت انا وصيتك على ايه؟ على فريق ايه؟ انت هتوصفني على حاجات كثيره بس في معلومه مش عارف تعرفوها ولا لا يا كابتن عدلي معلومه اسلجت صدري من ابن من ابناء النادي الاهلي في الاسكواش عارف المعلومه احمد حسني احمد حسني احكي لنا ملابساتها بقى حسني قول لي ايه اللي حصل بالظبط احمد حسني كان بيلعب في بطوله ليجوس الدولية استطاع الفوز لغاية ما وصل للفاينل بيلعب الفاينل ماتش مع لاعب اخر من مصر ايضا من نادي هليوبلس من نادي هليوبلس ايوه مغلوب كان 2-0 وكان في الشوط الثالث مغلوب تقريبا يعني 10-2 او 10-3 حاجة كده النتيجة لصالح يعني ابننا ها؟ لا لصالح المنافس اللي هو من نادي هليوبلس فجأة اللي هو اللاعب بتاع اسمه كريم الحمام كريم الحمامي ايوه حصل له مزق في العضله الخلفيه فكان هينسحب معنى ان هو ينسحب ان احمد حسني سيد الاهلي يبقى هو الاول ويبقى هو بطل البطوله فعلى طول ابن من ابناء النادي الاهلي وكما تعلم في مدرسه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي هو اللي انسحب وقال لا قال هو ده كان متقدم عليا 2-0 وكان متقدم في الشوط الثالث فهو الاحق فهو اللي انسحب علشان يدي ما رضاش يكسب بطوله بالانسحاب بالظبط كده فكرنا بالموقف الكبير في العالمي بتاع الاستاذ محمد رشوان بالظبط كده يعني انا من خلال برنامج حضرتك طب احمد حسني سيد الاهلي ربما وانت فخور بيا يا كابتن رؤوف مهم ان احنا نسمع صوته وتبارك له على الهوا من خلال قناه الاهلي يا رب يا رب معانا احمد حسني خليك معانا على التليفون يا كابتن رؤوف ماشي يا فندم كابتن احمد السلام عليكم سلام ورحمه الله اهلا بيك يا كابتن احمد والف مبروك هذا السلوك المحترم مني ومن المهندس عدلي القيعي ليك الله يبارك في حضرتك اهلا بحضرتك وبشمهندس عدلي القيعي انا فخور ان انا بتكلم على قناه النادي الاهلي بيتي اهلا بحضرتك احنا فخورين معاك على التليفون من الناحيه الثانيه الكابتن رؤوف عبد القادر الراجل لسه بيحكي لنا على موقفك بكل فخر وسعاده الحقيقه انا بس عايز اساله سؤال اول يا احمد ايوه انت ابن حضرتك. ابن حسني اللي هو اخو مصطفى سيد الاهلي ايوه ده ابوك عرف يربي اهو مش هنعرف نكلمه دلوقتي ابوك عرف يربي مش هنخلص معاه لان هو تصور ابوك عمره ما قال ان عنده ابن رائع زيك كده وبيلعب وبطل وجميل الله يخليك اللي عملته النهارده يا ابني اهم من اي بطوله انك تشعر ان الجداره كانت مع المنافس وانك مش عايز تستغل ظرفه بانك تفوز ببطوله الا بدراعك وبعرقك انا بارك لك على موقفك الذي ينبغي ان يحيى وان تكرم من اتحاد السكواش ومن النادي الاهلي عليه والله يا عثمان صدري والله يعني ده اقل حاجه اتربيت عليها في النادي الاهلي ده دي حاجه المدربين من واحنا صغيرين بيعودونا عليها يعني حتى كابتن ناصر يعني كان دايما يعمل لنا اجتماعات عمر ما حد فينا يسرق كوره عمر ما حد فينا ما يتكلمش لما يشوف ان دي غلط عليه في الملعب ما حدش يتعود ان هو ياخد حاجه مش حقه يعني دي حاجه والله يعني مش عايز اقول مش مني دي حاجه انا اتربيت عليها هو دي غايات الرياضه يا احمد أن تنتصر على ضعفك وعلى نفسك وعلى رغبتك في الفوز وتوصل للمعاني الأعمق أن شخصيتك تتربى صح ده والله ده فعلا اللي اتربيت عليه جوه النادي الأهلي فعلا يعني طب أنت قول لي يا أحمد أنا هسيبك طبعا مع الكابتن رؤوف يبارك لك ويشعر بالسعادة من سلوكك ده الأب الروحي بتاعنا كابتن طب أهو منك ليه أهو بقى نطلع إحنا منها إزاي حضرتك ألف مبروك يا أحمد
انا الحقيقه الكابتن ناصر لما جاء وبيبلغني يعني انا المفروض بفرح لما فريقي بتكسب، يعني اول مره افرح الفرح الكبير ده جدا وعندي حد بيخسر، يعني ما خسرتش والله شرف جدا. لا انا بفرح باولادنا وبطمن ان احنا تواصل الاجيال، يعني امثالك يا احمد باذن الله اللي هيتولوا بعد كده باذن الله بعد ما تبطل وتاخد الشيف التدريبي او الاداري او حاجه، احنا زي ما بيقولوا برنامج ملك وكتابه ما تخافش على الاهلي، فانا كده في وجود امثالك بنطمن ان في اجيال قادمه والله باذن الله ربنا عليك. لا والله وانت مش غريب زي ما المهندس عدلي شرح انك انت من احد العائلات العريقه داخل النادي الاهلي، وكلنا عارفين طبعا العيله بتاعتك وكده، فانت مش غريب متربي من وانت صغير، يعني اتولدت جوه النادي الاهلي في اخلاق النادي الاهلي. ليه طلب عندك يا كابتن رؤوف؟ تؤمرني ارجو ان اكون مدعوا انا والاستاذ ابراهيم في حفل تكريم يقام خصيصا لاحمد هذا البطل لتحيه هذا النوع من السلوك والفهم الرياضي العميق. باذن الله يا كابتن عشري. ارجع لابننا بقى عشان عايز اساله سؤال فني قوي. اتفضل يا احمد. انت سافرت وانت غير مرشح، يعني لم تكن من المصنفين. التمهيديه خالص. فانت كنت الحصان الاسود بتاع البطوله، غلبت بعض المصنفين، سمعت انك غلبت رقم 7 ورقم 3 وحاجات كده يعني. رقم 2 ورقم 2 6 على البطوله. فانت حققت في هذه البطوله طفره هائله بتدل انك انت هو جاء معاد النضج في هذه البطوله، لكن النضج الحقيقي هو كان في خلقك اللي رفضت انك تحرم واحد كان جديرا بالفوز وقريبا منه وتستغل اصابته. يا ابني الف مبروك ومبروك لينا ويا فرحه ابوك بيك، وقول له يعني عم عدلي يعني بيقول لك والله يقدر عليه. عرفت تربي الله يخليك. طب قول لي يا احمد كلنا ده والله مش انا ده يعني ده النادي الاهلي. احنا النادي الاهلي فعلا. احنا دي الحلقه عنوانها لانه الاهلي فهيبقى مختلف في كل حاجه. انا فخور وبتشرف ان انا بلعب في النادي الاهلي بيتي، وعمري في حياتي ما لعبت في اي حته غير النادي الاهلي، ولا يعني ولا اقدر فعلا حضرتك والله العظيم يعني فعلا انا النادي الاهلي بالنسبه لي يعني فعلا حياتي، يعني والله ما كلام ولا اي حاجه، بس فعلا والنادي الاهلي فرحان بيك قوي يا احمد. ده والله ده انا اللي بتشرف ان انا انتمي لمنظومه ومؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. طب قول لي رد الفعل في البطوله تجاه سلوكك ده كان ايه؟ التعليقات اللي انت شفتها في البطوله؟ والله انا للحظه حسيت ان انا كنت كابتن بيبو. يعني بسم الله ما شاء الله. شوف المعنى ما شاء الله. يعني لقيت نفسي جوه الملعب، الجمهور كله نازل بيتصور معايا انا، يعني حسيت بتوع ان نيجيريا. يعني انت كسبت كده، ادي الشعور. صراحه كمان الحكم عمل موقف غريب جدا، قاعد يتكلم في المايك قدام الناس، لان الملعب كان محطوط في حته كده زي ملعب باسكت. فكان الجمهور مليان على الاخر، ف يعني لا قاعد يتكلم على السلوك وعلى اللي حصل وان ما فيش حد عمل كده وكذا وكذا، فحتى يعني هو كان مستغرب جدا، بس يعني والله دي ولا حاجه، ده يعني ده موقف طبيعي. انت عملته بشكل يعني تلقائي. ها طب زميل حسابات، يعني انا خفت عليه جدا والله. خفت عليه؟ خفت عليه. لان هو القانون بيقول ان هو ليه 3 دقائق، يعني 3 دقائق وثانيه الحكم ممكن يحسب لي انا الماتش. انا قلت له انا ممكن انسيبه 3 ايام، انا مش هلعب اصلا، يعني انا عايز هو يقوم. يعني انا فعلا والله يعني الموقف يعني ما فكرتش يعني ولا اعرف ان انا كنت. طب هو كان رد فعله ايه بقى من التصرف بتاعه؟ نعم رد هو بقى كريم الحمامي إيه؟ رد فعله ايه؟ هو قال لي انا ما شفتش كده قبل كده والله يا احمد، ومش عارف اقول لك ايه. يعني قال لي يعني طب العب وحاول. انا قال لي العب، قلت له لا والله ما هخسر الملعب حتى. يعني قلت له والله انت تستحق كل التحيه يا احمد، والله تستحق كل التحيه. مصر كلها يا ابني بتسقفلك، واللي بيقولوا يعني ايه قيم وتقاليد اهو مش هنتكلم. واحد طلع اتربى صح في جنينه النادي الاهلي، عرف يعني ايه رياضه، عرف يعني ايه يكسب بشرف ويخسر بشرف، اهو هو ده المعنى الترجمه الحقيقيه لكل مجهود بنبذله هنا. مش عايزين بقى يعني انت راجع في الطريق مش كده يا احمد؟ نعم انا ما سمعتش. انا اسف. انت راجع في الطريق ولا لسه ما اتحركتوش؟ انا لسه. لا رجعت امبارح بالليل متاخر. رجعت بالليل. الحمد لله على السلامه.
الله يسلم حضرتك. الله والف الف مبروك ليك، والف مبروك للروح الرياضيه، والف مبروك للنادي الاهلي. الله يخلي حضرتك، الله يبارك في حضرتك. شكرا، هنغرم لك الكابتن رؤوف نشوف هيعمل لك الحفله امتى. انت شكرا يا كابتن رؤوف، والله ده بجد يعني بابايا والله فعلا. انا حبيبي يا احمد، حبيبي يا احمد، الف الف مبروك يا احمد، واحنا كلنا فخورين بيك يا احمد. الله يخلي حياتك يا كابتن رؤوف. تسلم يا حبيبي، الله يخليك. شكرا شكرا كابتن احمد حسني. كابتن رؤوف تقريبا كل يوم بيضيف بطوله لسجلات ودولاب بطولات النادي الاهلي. البطوله الطايره دي يمكن المجموعات، عايز اقول حاجه بقى اخر حاجه لك. ولا يعني خلاص بقى المجموعات الناس هتعرف. الاهم من المجموعات انت بتقول لا لانه الاهلي بس، يعني ايه ركز معايا. اللجنه المنظمه للبنات كانت برئاسه عضو مجلس اداره، واللجنه المنظمه للبنين كانت برئاسه عضو مجلس اداره اخر. اشتغلوا الفتره. وبعدين قال الله ليه كل واحد يشتغل في لجنه لما ممكن يشتغل مع بعض؟ ما تيجي نشتغل مع بعض في البطولتين الجرح والضماطي. يقوم الكبير في السن يتنازل للصغير الله على رئاسه اللجنه. محمد الضماطي عضو فوق السن، محمد الجرحي عضو عن الشباب. هل في والاثنين لا تقايل رجال اعمال تقايل قوي؟ صحيح. يعني ما فيش حد يعني يقول اصل ده بيجامل حد. لانه السلام عليكم. مش هقول الو. يا عم قول الو. ايوه مين معايا؟ انا بقول له قول الو. كل سنه وحضرتك طيب يا هندسه. انت بتعمل ايه يا ابني على الهوا؟ لانه الاهلي برضه. ايه ولا تسع دقايق مستني على الهوا عشان اقول له حضرتك كل سنه وانت طيب يا محمد والاستاذ محمد 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 عدل القيعي. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك ودايما قاعد بتتفرج بقى انت واصحابك عشان ايه تجننوني بعد ما اروح. لا والله هو انا بس يعني انا الحقيقه الكام يوم اللي فاتوا الواحد على قد ما هو كان متضايق، بالذات بصراحه ان حضرتك مانعني ان انا اعلق على اي حاجه واتكلم على اي حاجه، انما كالعاده وانا بتفرج عليك النهارده وبشوف حضرتك والاستاذ ابراهيم وانتوا بتتكلموا عن كل حاجة بطريقة مباشرة وفي نفس الوقت بانتقاء مش غريب عليكم كل لفظ بيطلع، الواحد برضو بيتعلم كالعادة طول ما انا عايش يعني من يوم ما اتولدت لغاية دلوقتي بتعلم من حضرتك ومن الاستاذ ابراهيم ومن النادي الاهلي. انت حاجة حاجة رائعة يا محمد الحقيقة. ربنا يخلي حضرتك، وده بيفكرني يعني حتى بثلاث مواقف انا وجزء كبير من الجمهور مؤخرا. كل مرة بنتسرع في الحكم كان حاجة ليها علاقة بفترة انتقالات، حاجة ليها علاقة بلاعب مهم في الفريق، حاجة ليها علاقة بقضية الجمهور، وفي النهاية كل مرة القصة بتنتهي بعد ما نكون حكمنا حكم قصتها بتنتهي نهايتها أحسن من اللي احنا كنت عايزينه بنتمناه يعني. الواحد يعني مستأمن النادي الأهلي يعني بتعمل النادي الاهلي طول ما هو فيه الناس القائمين عليه بالشكل ده، ولان انتوا في النهايه الجمهور قبل ما تكونوا مسؤولين، ودي يعني اقصى حاجه ممكن نتمناها. وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا يا محمد، وكل سنه وانت فخور ببابا اكتر واكتر لانه يستحق كل الفخر وكل الزهو بيه يا محمد. شكرا يعني جزيلا. هو قال نقطه مهمه جدا، دائما كان يبقوا سخونة الشباب المفروض يحصل ما يحصل اهدى. الحق لا يؤخذ هكذا. انت مره قلت لي لا هكذا تورد الابل. ما هكذا تورد الابل لمين بقى؟ اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الابل. سعد واحد في صحراء مشتمل، يعني الشمل اللي هو الجماعه، لا الشمل اللي هو الجرد بتاعه مشتمل يعني ملفوف بيه. فمش عارف يغرف يسقي الجمال. فاعتقد انه ساق جمل والجمل كده ارتوى ومشي، فصاحب الجمل قال لك اوردها سعد. اوردها يعني اللي وداها للبئر. اوردها ساقها ميه. اوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الابل. هو اعتقد انه عمل اللي عليه، اتعلم كيف تورد الابل. ما تجيش كده يا سعد. الجميل في الموضوع الاعتراف. بالظبط. دايما
وكل مره يقول تسرعنا لكن انتوا كنتوا، لان في فرق بين كل مره بتقول لهم كذا تورد الابل يا محمد. لا هو هو بيبقوا متضايقين شباب. الحكم بالمطلق والحكم بالصح والغلط قوي، والحكم بان لا زي تقال وزي تعمل وزي ده يعمل وتقاليد الاهلي. هدوءا تنتصر بالهدوء وبكظم الغيظ وبانك تورد الابل الاراده بشكل السليم صح. ولانه الاهلي نتواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ولانه الاهلي فهو يلقى كل هذه الحفاوه وهذا الترحاب في الفجيره بالامارات. الحقيقه كل التفاصيل اللي بتوصل لنا في رسائل الزملاء اللي موجودين مع البعثه، الحفاوه والتكريم والتقدير والاحتفاء والفرحه والاهتمام ببعثه النادي الاهلي يعكس قيمه الاهلي وعمق علاقاته وتواصله مع اشقائه في محيطه العربي. كل التفاصيل الحقيقه انه في الفجيره هناك ضيف في اي بي، حد فعلا هم مهتمين بيه وحد فعلا له هذا الرصيد الهائل من الحب والاهتمام لدى الاشقاء في الامارات. اللجنه المنظمه للمباراه اللي هتجمع الاهلي مع فريق مارادونا، فريق مارادونا لانه الفجيره الاماراتي بيقوده كمدير فني ديجو ارماندو مارادونا الاسطوره الكرويه الارجنتينيه الكبير. المباراه تحدد لها بكره الثلاث ان شاء الله الساعه 4 الا ثلث بتوقيت القاهره، الساعه 4 الا ثلث بكره الاهلي والفجيره. الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق ورئيس البعثه عبر عن سعادته وعن شكره للجانب الاماراتي عن كل ما تلقاه البعثه من حفاوه وتكريم. الجهاز الفني كان اختار قائمه سافرت مع الفريق فيها 15 لاعب، كابتن حسام غالي ومحمد نجيب وصبري رحيل وباسم علي ومحمد هاني وعمرو السليه وميدو جابر واحمد حمودي وعلي لطفي وهشام محمد واسلام محارب ورمضان مصطفى ومحمد شريف وكريم يحيى ومحمود الجزار. يعني هنلاحظ انه حارسي المرمى الموجودين علي لطفي ورمضان مصطفى، هنلاحظ محمود الجزار احد صفقات الاهلي الصاعده الجديده موجود ضمن البعثه لعله للمره الاولى، هنلاقي محمد شريف ايضا احد اللعيبه الجداد اللي النادي الاهلي استخدمهم في القيد الشتوي الاخير، هنلاقي بعض الصاعدين في الفريق. يمكن الفرصة ما سمحتش للكابتن حسام البدري أو الكابتن أحمد أيوب، لأنه أحمد أيوب المدرب العام كان هو اللي قاد التدريبات في الفترة الأخيرة لغاية السفر، والكابتن حسام البدري المدير الفني كان بيقضي أجازة قصيرة في كندا وانتقل أو انضم للبعثة مباشرة في الإمارات. أيوب كان عنده صعوبة في الفترة اللي فاتت لضم عدد من اللاعبين الصاعدين مع الفريق لأنه ارتباطات للمنتخب الأولمبي والمنتخب الشباب. منتخب الأولمبي موجود في السعودية وبيلعب مباراة الودية الثانية مع المنتخب الأولمبي السعودي، منتخب الأولمبي اللي بيقوده كابتن شوقي غريب واخد مجموعة من النادي الأهلي، مجموعة مهمة أيضا. فبالتالي المتاح كان 15 لاعب سافر بيهم الأهلي إلى الفجيرة عشان يلعب مباراة الغد إن شاء الله الساعة 4 إلا تلت. كان في استقبال البعثة في الإمارات وفد رفيع المستوى من النادي الإماراتي، استقبلوهم بالورود، وكان المهندس عدلي بيحكي قبل الفاصل ازاي بيستقبلوهم بخراطيم الميه على مؤخره الطياره يا باشمهندس. على البدن بتاع الطياره فيعمل صوت اكنه طلقات المدافع. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قرر تاجيل ظهور الزي الجديد، فانيله الاهلي الجديده اللي تم الاتفاق عليها كان متفق انه تظهر من خلال هذه المباراه الوديه في الامارات مع شركه ASC. تم الاتفاق على تأجيل ظهور الأهلي بفانيلته الجديدة للمرحلة اللي جاية في بطولة الدوري مع احتفال الأهلي بالاحتفاظ بالدرع عقب العودة بإذن الله وانتهاء المنتخب من معسكر سويسرا المهم. والمهندس سمير عدلي يمكن دي لقطات من فانيلة الأهلي الجديدة اللي تأجل ظهورها بالشكل الرسمي في المباريات. المهندس سمير عدلي المدير الإداري ومسؤول الاتصالات الخارجيه في النادي الاهلي قال ان الاجتماع التنسيقي لمباراه الاهلي واهل الفجيره اسفرت على انه الاهلي مش هيلعب بالفانيلا الحمراء،
بكره مش هنشوف الاهلي بالاحمر، هنشوف الاهلي بالزي البديل له، لانه فريق الفجيره بيلعب بالفانيلا الحمراء، فالاهلي هيظهر بالفانيلا الزرقاء اللي بيتدرب بيها زي ما حضراتكم شايفين. كان الفانيلا الحمراء الجديده كان يعني هتظهر في هذه المباراه، ولكن طالما ان مش هيلبسوا احمر هيلبس الفانيلا القديمه يعني. وطبعا الكابتن احمد ايوب ايضا منبهر بالاستقبال الحافل وبيشيد به، وبيؤكد على رغبه الجهاز في انه يؤدي مباراه طيبه بمجموعه اللاعبين اللي معاه. والحقيقه قناه الاهلي من بكره هتمتعكم بتغطيه خاصه جدا ابتداء من الساعه 1:30، ابتداء من الساعه 1:30 هناك بث حصري لهذه المباراة بكل تفصيلاتها بكل فقراتها بكل ما يسبقها من استعدادات وحوارات ولقاءات وتحليلات. قناة أبو ظبي أيضا في اتفاقية مع قناة الأهلي بتقدم خدمة مشتركة مع قناة الأهلي، بيقدم استوديو التحليلي الزميل مسعود محمد، وبيكون معاه في الاستوديو التحليلي الكابتن محسن صالح والكابتن بدر رجب والكابتن فهد خميس، ويعلق على المباراة الكابتن عصام عبده عشان تتقدم لجمهور قناة الأهلي خدمة مميزة جدا بالتنسيق والاتفاق مع قناة أبو ظبي. طبعا بعد المباراة بيتواصل الحوار وبتتواصل لقاءات قناة الأهلي، لكنه كمان بعدها على طول جمهور الأهلي يكون على موعد مع حدث مهم جدا، افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال. هناك حفل افتتاح كبير مهم زي ما كلمكم عنه الكابتن رؤوف عبد القادر واللجنة المنظمة برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، ومعاه الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، مجهزين ترتيبات خاصة لحفل يليق بالنادي الأهلي ثم المباراة الافتتاحية للأهلي. الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي قال إن وليد سليمان هيخضع لتدريبات علاجية في القاهرة خلال الفترة الحالية. وليد ما كانش سافر مع البعثة، محتاج بعض التدريبات للتعافي من آلام في عضلة الفخذ. وقال الدكتور خالد انه الفريق هيشارك في تدريبات جماعية فور وصوله للقاهرة. وكان وليد سليمان يمكن ظروف خاصة بمرض بنته هي اللي حالت دون سفره مع البعثة، لكنه استغل فترة وجوده في القاهرة عشان يؤدي برنامج تأهيلي خاص. ولأنه الأهلي فلازم يستفيد من أخطائه، مش عيب إنك تغلط، العيب إن أنت ما تتعلمش من الخطأ. في أثناء كلامنا على أزمة عبد الله السعيد وأحمد فتحي قلنا الخطأ الإداري الاحترافي الحقيقي إنه يتساب لعيبة كتيرة بهذا الحجم وهذا الثقل عقودهم تنتهي، أو يتساب أمر تجديد عقودهم لغاية اللحظات الأخيرة. فكان هناك تدارك للأمر، بدأت لجنة الكورة مع الجهاز الفني بحث شؤون الفريق، مين عقده يخلص امتى؟ ما ينفعش فريق كبير عنده ارتباطات متداخلة وعنده قيد افريقي داخل مع القيد المحلي والمسائل متداخلة ومستمرة مع بعضها، ما ينفعش يتساب عدد كبير من اللعيبة عقودها تنتهي مرة واحدة في توقيت واحد. فتم بحث امر تجديد عقد سعد سمير عندنا مكالمة المدافع الدولي علشان يبدا بحث تجديد عقده مبكرا من دلوقتي. ماذا يحدث مع الاهلي في الفجيره؟ استعدادات الفريق، كل اجواء الامارات. معنا على الهاتف من الفجيره الزميل محمد سعيد موفد قناه الاهلي للامارات. اهلا بك يا محمد. مساء الخير استاذ ابراهيم، اهلا بيك واهلا بالكابتن عادل القيعي وكل مشاهدي برنامج ملك وكتابه وقناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا محمد، وحطنا في الصوره في ما يحدث في الفجيره الان. اولا ما يحدث في الفجيره، بس انا عايز انقل لك تحياتنا جمهور النادي الاهلي لملك وكتابه والكابتن عبد القيعي وجمهور النادي الاهلي هنا تحديدا عبر السوشيال ميديا وكل الجاليه المصريه اللي قابلتنا النهارده في الاوتيل وفي ملعب الفجيره. بيوجهوا التحيه للكابتن عدلي وبيقول لك كل سنه طيب يا باشمهندس وسنه سعيده دايما عليك وعلى اسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي دايما يا رب. متشكرين جدا وتحياتنا ليهم جميعا. ده بداية. ثانيا عايز اقول لك استاذ ابراهيم، كابتن عدلي حالة جميلة رائعة هنا في إمارة الفجيرة، احتفالية واستقبال أكثر من رائع من لفريق النادي الأهلي منذ أن وصل بالأمس في مطار الفجيرة وفي كل مكان تتحرك فيه البعثة سواء في فندق الإقامة أو حتى في التدريب. ويمكن منذ حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات كنا في حفل تكريم
من سمو الشيخ مختوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وعدد من قيادات والمسؤولين عن إمارة الفجيرة ونادي الفجيرة لتكريم بعثة فريق النادي الأهلي ومشاركة الأهلي في اليوبيل الذهبي وتكريم أسرة كرة القدم عبر تاريخ نادي الفجيرة وكل الألعاب التي شاركت في تاريخ هذا النادي العريق. كان شيء جيد جدا ورائع وحرص الأستاذ خالد البرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة على أيضا تكريم نادي الفجيرة ممثلا في رئيسه سمو الشيخ مكتوم بن حمد وإهدائه الدرع التذكاري وشعار النادي الأهلي حبا ومشاركة من النادي الأهلي في اليوبيل الذهبي على مرور 50 عاما على إنشاء هذا النادي العريق. الأمور تسير بشكل جيد، الاستعدادات متواصلة، هي ليست مباراة كرة قدم فقط حتى الآن، نراها احتفالية كبيرة جدا، احتفالية للنادي واحتفالية واحتفاء بالأهلي الذي وصل للفجيرة ومشاركة للنادي الأهلي والاحتفاء به بعد حصوله على النجمة الرابعة وتحقيقه للرقم 40 فوز ببطولة الدوري ومشاركة الأهلي أيضا كمان باحتفالاته وأرقامه القياسية والألقاب التي يحققها خلال الفترات الأخيرة. أستاذ إبراهيم كابتن علي، الجو نفسه بقى حر برد رطوبة عامل ايه؟ يعني بالنهار الجو حر، الرطوبة يمكن لسه ما بدأتش في يعني طبعا لسه في شهر مارس هتبدأ في ازدياد خلال الشهور القادمة، لكن الجو حر وتوقيت المباراة هيكون الساعة 6 الا ثلث بتوقيت الامارات، يعني درجة الحرارة بتصل لحوالي 4 الا ثلث بتوقيت القاهرة عشان الناس تبقى عارفة. 4 الا ثلث بتوقيت القاهرة، لكن هذا التوقيت بالنسبة هنا للامارات يعني هيكون درجة الحرارة 32 درجة مئوية، لكن مع بداية الشوط الثاني درجة الحرارة هتنخفض توصل لحوالي 24-25 درجة مئوية، جو مناسب، لكن خلاص ده بدءاً من شهر مايو هتبقى درجات الحرارة هتبقى عالية جدا خلال الفترات القادمة، لكن على يعني رغم الحرارة العالية في النهار لكن أنا بلاحظ كل يوم في الصباح امبارح والنهاردة بعد الفطار أو على ميعاد الغداء بننزل اللوبي تحت بتاع الأوتيل بنلاقي في أعداد يعني بتيجي من كل مكان، يعني أنا سألت حتى الناس وأنا بسجل معاها أنت جاي منين؟ اللي يقول لي جاي من دبي، اللي جاي من أبو ظبي، اللي جاي من العين، اللي جاي من عمان، يمكن إمارة الفجيرة هي الإمارة الوحيدة اللي بتطل على بحر عمان وأقرب إمارة لعمان وبتطل على الخليج العربي، ففي جاليات مصرية وجمهور أهلاوي بيجي كمان من المدن القريبة من إمارة الفجيرة عايزين يشوفوا اللعيبة، يتكلموا عن اللعيبة، صور التذكارية، اللقطات، والناس بتبقى سعيدة حاسة إن هي في عيد، فالجو بصراحة يعني رائع جدا جدا. واللي انا لمسته حتى من مسؤولي نادي الفجيرة ان كان قدامهم اكثر من فريق اوروبي وكان الاختيارات بينهم عديده جدا، لكن هم فكروا في النادي الاهلي تحديدا، قالوا الاهلي بالنسبه لنا حاجه مختلفه وحاله خاصه في الخليج العربي، فحرص وحرص سمو الشيخ مكتوم بن حمد وحتى تعليمات لكل المسؤولين معاه في نادي الفجيرة ان تكون هذه المباراه والاحتفاليه بالنادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي في هذه المباراه تخرج كانها مباراه عالميه بالفعل، زي ما بنشوف المباريات الكبيره اللي بتتلعب في الدوريات الاوروبيه. بالنسبه للاقبال على التذاكر وكده، تشعر ان الاستاد هيمتلئ؟ الاستاد اللي استاد نادي الفجيره حوالي بالظبط 10500 مقعد. حتى الساعتين الماضيين كابتن عدلي انا سالت بالظبط على عدد التذاكر اللي تم بيعها بالفعل تقترب من حوالي من 6 الى 7000 تذكره، لكن الجميع اكد لي ان غدا في الصباح وقبل موعد المباراه باكثر من حوالي من 5 الى 6 ساعات سيمتلئ الملعب عن اخره، وهناك تنسيق يمكن نادي الفجيره متعاقد، وطبعا نادي الفجيره يمكن بيطبق الشروط لدوري المحترفين وهو بيلعب في خلاص على مرحلتين ثلاثه ويصعد لدوري الخليج العربي، متعاقد مع شركه لتوزيع التذاكر بشكل الكتروني وكل ساعه بيوصل لهم ارقام رسميه عدد التذاكر والمؤشرات الاوليه في الصباح باذن الله غدا ستكون كل التذاكر الخاصه بهذه المباراه نفذت، لان هي مباراه وايضا احتفاليه فنيه هيشارك فيها نجوم من الفن والشباب الفني المصري بعد المباراه مباشره باذن الله على ملعب نادي الفجيرة. كلها اخبار مطمئنه ونتمناها مباراه جيده ونشكرك على مجهودك، ولما تلاقي حاجه جديده بقى بقول لنا. هو دلوقتي ناموا مش كده؟ البعثه نامت دلوقتي يا محمد. بالفعل يمكن البعثه منذ اكثر من هم بعدين بساعتين. الساعه 1 هناك دلوقتي. الساعه 1 دلوقتي في صباح يوم الثلاثاء، لكن البعثه منذ حوالي ساعتين ساعتين ونص. الكابتن سيد بالتاكيد ده اجزم الجميع
بالتواجد في الغرف وعدم الخروج، وبالتاكيد الكل بيلتزم دايما برنامج الاهلي في كل المباريات سواء الرسميه او الوديه هو واحد ما بيتغيرش. حتى انا سالت الجهاز على النقطه دي رغم ان هي مباراه احتفاليه، لكن الكابتن سيد قال لك اي مباراه بتبقى محسوبه لينا وعلينا عشان جمهورنا، فبالنسبه لنا هي مباراه هتاخد الطابع الرسمي. كمان هنستفيد بيها لعدد من اللاعبين، عندنا النهارده في حارس تصاعد رمضان مصطفى مواليد 99 موجود مع علي لطفي، عندنا كريم يحيى احد نجوم فريق قطاع الناشئين موجود في خط الدفاع، هيكون موجود مع محمد نجيب وصبر رحيل وباسم علي ومحمد هاني، بالاضافه بقى لنجوم خط الوسط حسام غالي وايضا محمود الجزار الوافد والجزار الجزيل. والجزار معاكم ومحمود الجزار متواجد احد الوافدين الجدد في فتره الانتقالات الاخيره، متواجد ايضا مع البعثه. فبالتالي الجهاز الفني فضل ان الجميع يلتزم ببعض العشاء باذن الله، يكون الفريق بالفعل بالكامل داخل غرفه استعدادا بقى لبدء المباراه غدا باذن الله. لفت نظري ان صلاح محسن مش موجود. صلاح محسن مع الكابتن شوقي غريب في منتخب الاولمبي. منتخب الاولمبي. واكرم توفيق انا عايز اقول لك وكريم ندفد رغم العدد اللي معانا وفي نجوم كتيره، لكن تخيل كابتن عدلي بيزيد كمان عن البعثه ما يقرب من حوالي 17 لعيب دولي كلهم دوليين منتخب الاولمبي واربع محترفين في منتخبات مستوى في جنوب افريقيا تونس المغرب نيجيريا. ومعانا ايضا نجوم كره القدم هنا، يمكن معانا كابتن حسام غالي والكابتن محمد نجيب وعدد من النجوم والكابتن علي اوكسي. دايما فريق النادي الاهلي مليء لا ده فريق يلعب في الدوري ممتاز ويحقق بطولات الفريق اللي معاك ده بالفعل. يمكن حتى احنا منتظرين كمان تصريحات مارادونا، يمكن هنا الكل على يتاهب للمؤتمر الصحفي اللي هيعقده مارادونا غدا باذن الله مع الكابتن حسام البدري والكابتن حسام غالي، وهنشوف التصريحات، لان مارادونا يعني في تصريحاته الخاصه هنا مع النادي الفجيره اتكلم بشكل كويس جدا عن النادي الاهلي واتكلم على لاعبي النادي الاهلي، لكن الكل على اهب بالاستعداد لسماع مارادونا بقى على الهواء مباشره غدا في المؤتمر الصحفي باذن الله، وهيبقى لقاء هام جدا بالتاكيد. يعني مارادونا دييغو ارماندو مارادونا احد او نجم الكره العالميه، اسطوره الكره العالميه في العالم بالكامل في مؤتمر صحفي مع النادي الاهلي ومع الكابتن حسام البدري والكابتن حسام غالي، فبالتاكيد حدث فريد مهم جدا لا يقل اهميه هذا المؤتمر عن المباراه بحد ذاتها. الحق نام يا محمد عشان تصحى لمارادونا بدري بقى باذن الله. شاكرين يا محمد ابراهيم وتحياتي للكابتن عادل. تحياتنا للبعثه فرضا لمحمد سعيد موفد قناه الاهلي الى الفجيره، واعتقد اجواء يحافظ على عوده صالح جمعه. وخدوا بالكم حاجه يا جماعه بالاشاره لكلمه التكهنات، ودايما المصري انا على المستوى الصحفي اتفهم كل ده، اتفهم كل هذه التكهنات، لانه الاهلي نادي جماهيري، نادي بيبيع، نادي بيأثر، لعيبته كلها نجوم. الكلام في جزئية أو في منطقة الصفقات والضم والاستغناء منطقة فيها إثارة مقبولة جماهيريا وبتعمل رواج، بس هي ليه تكهنات؟ لأنه بالمنطق أي فريق هنا دلوقتي قدام منه على نهاية الموسم مش أقل من 10-12 مباراة اللي باقي في الدوري مع بطولة الكاس. طب لو المهندس عدلي قال الأهلي هيسيب فلان وفلان في العشر ماتشات دول كسر الدنيا، هل في مدرب هيسيب لاعب في افضل حالاته؟ والعكس لو في استقرار على بقاء لاعب لا قدر الله لاعب ما قدمش مردود كويس خلال العشر ماتشات اللي بقى 10 ماتشات مش رقم قليل ده على الاقل، تفتكروا هيبقي على واحد؟ فاحنا بنتكلم بدري قوي سواء للمعارين وتقييم موقفهم، ما هو المعار بره عنده نفس الفرصه برضه، افرض ما قدمش بالنسبه للنادي اللي معار اليه المردود اللي يخليه يبقى عليه يرجعه لك. اقول لك حاجه يعني انا في واحد في السعوديه متابع الدوري اللعيبه بتاعتنا، فاجئني ان في ناس ما حدش بيجيب سيره ماشيين ازاي في هناك احمد الشيخ حسين السيد وعمرو بركات، قال لك ماشيين كويس جدا يعني ما حدش بيدي لك عايزين نجيب مره الاستاذ علي مسعود على الهواء الحلقه الجايه نجيب علي مسعود يقول لنا ايه الموقف بالظبط يلم لنا الليله دي ويحط الناس في صوره حقيقيه باذن الله. خد بقى من نوعيه برضو اخبار التكهنات، المصري اليوم برضو الاهلي بيدرس التضحيه بباكا لضم الحفيظي. يا حفيظي مين ده بقى؟ مدافع مغربي ده صانع العاب، وفي بدر بنون برضه مدافع يعني مش الحفيظي بس، هم مرشحين الاثنين دول للنادي الاهلي. نشكر المصري اليوم على حرصه على ترشيح لعيبه للنادي. بدر بنون لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، والحفيظي
طيب صنع الألعاب برضو عبد الإله الحفيظي، ده فيما يخص بقى البطولة أفريقيا للطائرة زي ما قلنا مع الكابتن رؤوف عبد القادر. مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجه الدعوة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اللي الحقيقة بيولي النادي الأهلي ومشروعاته اهتمام وتعاون يشكر عليه، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور عمرو علوان رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد سويلم مدير الشباب والرياضة في القاهرة، والمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، وسفراء الدول التي يشارك أو تشارك أنديتها في البطولة. الحفلة هيبدأ الساعة 6 مساء غدا الثلاثاء إن شاء الله. في النادي الأهلي حملة اهتمام بقى الجرايد بأخبار الأهلي في هذا التوقيت، جريدة الشروق أشارت إلى موضوع مهم لازم نعرف رأيك فيه، إكرام يرحل عن الأهلي بعد كأس العالم، وقالت إنه البدري بيرفض الاستجابة لطلب مؤمن زكريا البقاء في أهلي جدة، والخلاصة زي ما بتقول الشروق إنه كابتن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي شايف اعتماد الجهاز الفني على الشناوي، فبالتالي بعد كأس العالم ملوش فرصة إن هو يشارك مشاركة أساسية. فبتقول الشروق إنه بيبحث الانتقال لأحد أندية الدوري، وبتقول على نفس الخط برضو كابتن حسام البدري رفض رغبة مؤمن زكريا المعار لأهلي جدة السعودي تمديد إعارته والاستمرار هناك، وأكد لمؤمن حاجته لعودته للفريق بعد نهاية الموسم يا باشمهندس. بص كل الأخبار اللي هتقراها تتعلق بضم فلان، إنهاء عرض فلان، رحيل فلان، هي في إطار التكهنات طالما أنها لم تصدر من مسؤول داخل الأجهزة المعنية، وأعني بها لجنة الكرة والجهاز الفني والإداري لكرة القدم. فالباقي ده كله توقعات وتكهنات، وغالبا بتبقى من أصدقاء مقربين من اللاعبين أو من الكلاء أو كده تحريك السوق. حتى يجي يقول لك الأهلي يمهل مصطفى فتحي مش عارف إيه، يعني الخبر اللي جاي ده المسا بتقول لك الأهلي يمهل مصطفى فتحي 24 ساعة لتحديد موقفه، وبتقول المسا ان مؤمن زكريا وناصر ماهر يعودان نهايه الموسم. ناصر ماهر نجم الاهلي الواعد بقوه المعار لسموحه، ده الشيء الوحيد اللي متفق عليه، والكابتن حسام البدري اعلن ده تصريح بالظبط، يبقى خلاص راجع للاهلي لانه محتاجه. مؤمن زكريا اعارته لاهلي جده، هل هي الاعاره 6 شهور فقط بالنسبه للمؤمن؟ لا اظن انها اكتر، بس بيتاح لك الحق انك ممكن ترجعه. لا هو صالح اللي ممكن ترجعه، انما هو انا عارف انه 6 شهور لنهايه الموسم. مؤمن فاضل له سنه وشويه، فممكن ممكن يبقى 6 شهور. ست شهور وتم تمديد عقده قبل ما يسافر؟ لا لم يتم تمديد عقد مؤمن، ويمكن ده السبب ان هو ربما ياتي لتمديد عقد. بس المصري لا تزال مستمرة، والتصريح للواء حسن مسعود مدير فرع النادي في مدينة نصر اللي بيبذل مجهودات كبيرة جدا الحياة في خدمة أعضاء النادي في مدينة نصر، قال اللواء حسن مسعود أنه حملة الأهلي خالي من فيروس سي هتفضل مستمرة لغاية يوم 23 أبريل. دي خدمة صحية مهمة جدا لأعضاء النادي بيقدمها مجلس الإدارة. كابتن الخطيب كان تلقى في نقاط طبية دائمة في مقر الأهلي الثلاثة. أيوه. وأنت ما رحتش كشفت؟ أنا رحت. أنت رحت؟ طبعًا. وقلت لهم يعني لازم الناس تفهم إن في حاجة زي كده. قالوا لي طب ممكن نصورك ونزلها؟ قلت له صوروني وأنا عايز أطمن على نفسي. وفعلًا خدوا العينة وفضلت قلقان لمدة 10 دقايق كده لحد ما طلعت الحمد لله يعني سلبية، ما فيش حاجة. لكن لماذا خدمة موجودة لخدمة الأعضاء تطمنكم كلكم على نفسكم؟ صحيح. وفيروس سي دلوقتي أصبحت مصر هي مصدر العلاج الموثوق به على مستوى العالم. صحيح. فإحنا مركز أهم مركز في العالم لعلاج الفيروس سي. الخطيب أعلنه في المؤتمر الأخير أنه تلقى 1000 حالة هدية من وزارة الصحة.
ادى 500 ادى 500 للاعضاء و500 لبلده في المنصوره. لو اكتشفت 500 باذن الله ما تكتشفش علاج 500 حاله مجانا و500 حاله اهداها لقريته في المنصوره. ما توقفش عند بيت الخبر. وتعهد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بعلاج اي حالات تزيد على 500 على نفقته. يعني اي حاله هتظهر هتتعالج مجانا بس 500 من خلال المنحه وما يزيد عن هذا من خلال مجلس الاداره. فما فيش حد يتردد بقى. دي مسألة مهمة جدا ويا ريت كل السادة الأعضاء اللي بيرتادوا مقرات النادي يكونوا حريصين على التقدم للسيارات، لأنه لما بتدخل النادي على طول هتلاقي العربية بتاعت الحملة موجودة، بياخد عينة من الدم وبياخد بيانات العضو، والحالة اللي بيثبت إنه عندها فيروس سي بيتواصلوا معاه وبيبدأوا يقدموا له العلاج على نفقة النادي. فلأنه الأهلي هو يهتم بصحة أبنائه وأعضائه. زي النهاردة، إيه اللي حصل زي النهاردة؟ زي النهاردة وكل نهاردة هتلاقوا فيه فوز وفرحة لأنه الأهلي. فزي النهاردة ولكن في 27 مارس 1942 الأهلي فاز على المختلط 3-1 في بطولة دوري القاهرة. كان الزمالك لسه ما تحولش اسمه من نادي المختلط إلى نادي الزمالك. سجل الأهداف محمد الجندي هدف، والكابتن أحمد مكاوي عليه رحمة الله هدفين، وسجل هدف المختلط عمر شندي. أيضا زي النهاردة ولكن في 1954 الأهلي كمان فاز، بس المرة دي على الزمالك مش على المختلط، 4-2 في بطولة الدوري العام. سجل الأهلي توتو هدفين، وسجل هدف كله من أحمد مكاوي ووجيه مصطفى، وسجل هدفي الزمالك علاء الحمولي وأحمد أبو حسين. ده أخبار النادي الأهلي، لكن الكلام عن المنتخب وعن لقاءه المهم الودي لكنه قلبت مهم، أعتقد كلام مهم جداً. غدا مصر واليونان يا باشمهندس، مبدئيا ازاي تابعت مصر والبرتغال؟ انا شايف ان احنا ادينا مباراه طيبه، وشايف ان احنا بنتعامل مع الماتش ده كانه ماتش رسمي. يا جماعه من حق الراجل ان يغامر ويخاطر ويغير ويبدل ويجرب ويتعرض لفوز او هزيمه. حقيقي الفوز كان هيبقى مهم جدا، وعلى البرتغال في وجود رونالدو كانت حاجه جميله يعني تاريخيا على المستوى المعنوي. لكن انا بعمل ماتشات الوديه ليه؟ مش عشان اتحاسب ماذا لو غاب صلاح يقول لك وانت طلعته ليه؟ طب افرض اصيب مش عارف في الحاله دي هيبقى شكلنا ده الجون الجميل اللي جابه العبقري بتاع صلاح. قرار. بص اللقطه صلاح دي، بص اللقطه دي يا حبيبي، مين اللي كان قفز فوق صلاح؟ طارق حامد. طارق حامد شفت تعليق حد قال له انزل دي فلوس ناس. يا ابني اعمل معروف انزل دي فلوس ناس. عافيه قوي، ربنا يديله الصحه. لكن عايز اقوله ايه؟ ان محمد صلاح اصبح قرار. شايف بياخد القرار، وقفه قوته في قراره. صحيح صحيح، كل ما تقول اعمل يعمل. او قبل ما تقول وساعات يعمل لك ما شاء الله ربنا يعني كاتب له التوفيق يا رب هو عايزه. وسمعت برضو من ضمن قدرته على اتخاذ القرار السليم بيقال انه تصريح له يعني ان انا حبقى حتى لو جالي ريال مدريد حبقى اجدد معه في ليفربول. هذا ذكاء. أنا ناجح في الخلطة دي، أروح أجرب خلطة تانية ليه؟ وهيتدلع وهيتظبط وكل حاجة. لا هو ذكي برضه يعني. ها؟ طيب، منتخب مصر بقى هيخوض الودية التانية له في معسكر سويسرا أمام اليونان بكرة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. مصر واليونان بتفكرني بمباراة صادمة، وأنا قلت الأسبوع اللي فات في مقالة إنه إحنا لا يجب أن ننتحر. فكرتني انه مصر راجعه من كاس العالم 90 باحتفائيه كبيره جدا، والكابتن الجوهري راجع عريس الفرح، نقوم لاعبين مع اليونان مباراه وديه. بص اللقطه دي نخسر 6 بعد ما تخلص دي. عايزينهم يعيدوا لنا الجون ده. بص الجون الثاني لا عدوم الاول من ساعه الرفع الارتقاء ولا لا سيبك من الارتقاء، اوريك تصرف بس اللي ما حدش جاب سيرته. تسمحوا لي؟ لا جيبهم من زاويه تاني. شارب مش هو اول لقطه. لا استنى انا معاك اهو مستني عشان هوريك ان احنا غطينا
اوفسايد غريب جدا بدون مناسبه. استنى يا سيدي هات لي اللقطه من الاول. شايف استنى لحظه رونالدو واقف فين؟ اوفسايد في الاول اوفسايد قبل ما يلمس كان اوفسايد. طب انا لو وقفت مكاني ما اوفسايد. ايوه رحنا الثلاثه مصممين نغطيه ده كل البلد غطته. بص طب انا لو طلعت زياده ده بقى اوفسايد خالص. ادي الخبره بقى اللي احنا بنتكلم فيها. لا في ليدر في هذا الخط. شوف استنى اوفسايد بمتر. اديني بقى الراجل الاخر واحد اللي واقف جنبه ده ما ثبتش زمايله ليه؟ راح غطى وجري ليه غطى؟ انقل يا ابني. طيب فاتغلبنا من اليونان 6 بعد في صيف 90 بعد ما كنا رجعنا من كاس العالم فرحانين عشان يتحل الاتحاد ويتشال الكابتن جوهر الله يرحمه. مفيش عزيز في الكوره دي. فهي مباراه وديه التوقيت مهم جدا. احنا فرحنا قوي ان احنا نبقى متقدمين على البرتغال او متفوقين على رونالدو، وكان الصراع اللي بين الدون والفرعون صراع مثير جدا ومرتقب والعالم كله باصص عليه الحقيقه. لكن خلاص هي تجربه وليها مكاسبها اللي هنشوف كوبر بص لها ازاي. مباراه اليونان بكره يسبقها 16 مباراه بين الحضاره الفرعونيه والحضاره الاغريقيه. 16 مباراه ما بين مباريات وديه او منافسات خاصه في دوره العاب البحر المتوسط. مصر واليونان تقاسموا الفوز في 6 مباريات لكل منهما وانتهت 4 مباريات بينهم بالتعادل. المواجهات الكتيره بين المنتخبين الغريب فيها انه اخر مباراه جمعت بين الفريقين سنه 90 يعني من 28 سنه دي كانت انتهت زي ما قلت لكم بفوز اليونان 6-1 عام 1963 او 36 كانت بدايه المباراه، يعني مع اتفاقيه 36 بتاعه الجلاء الانجليزي على مصر كانت اول مباراه بين مصر واليونان، وهذه المباراه انتهت بفوز مصر وقتها 3-1. مصر عندها تفوق على الكره اليونانيه في بدايه المواجهات اللي بينهم، بعد كده اليونان رجعت تتفوق تاني، كسبنا 3-1 سنة 63 في ألعاب البحر المتوسط 49 تكرر الفوز مصر بنفس النتيجة 3-1، ثم فازت مصر سنة 50 أيضا 2-0 في ألعاب البحر المتوسط. أول فوز يحققه اليونانيين على مصر كانت مباراة ودية سنة 50 1-0 قبل ما يكرروا فوزهم برضه في العاب البحر المتوسط. خلاص دقونا بقى السنه الثانيه على طول كسبونا 2-0. مباريات مصر واليونان سجلنا في المرمى الاغريقي 26 جون وهم سجلوا في مرمى الفراعنه 27 هدف 26-27، يعني المساله ايكوال بنسبه كبيره. انت كسبان 6 هم كسبانين 6 متعادلين مع بعض 4. لفت للنظر ان معدلات الفوز بتاعتهم في السنوات اللي من بعد 50 سنه بالظبط هي اللي صالحهم. الجديد ليهم الجديد ليهم واخرها 6-1 باذن الله. باذن الله هنعمل مباراه طيبه باذن ان شاء الله. وقد يكون المهندس هاني ابو ريده قد يكون الفوز ان شاء الله. عايزك تكمل. المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد قال للاعيبه مصر بعد الهزيمه من البرتغال ان انتوا كنتوا عند مستوى الثقه والتقدير فيكم، كنتوا قادرين تجاروا كبار منتخبات العالم وبطل اوروبا، فخور بيكم، سعيد بادائكم، المهم ان احنا نستفيد من هذه التجربه ونبني عليها ونستثمر مكاسبها. قال هيكتور كوبر المدير الفني انه رصد 5 مكاسب للمنتخب من هذه التجربه: تغيير طريقه اللعب، انسجام جبر وحجازي من وجهه نظره، المرونه العاليه لمحمد صلاح، تالق تريزيجيه ومحمد الشناوي. دي المكاسب اللي عددها كوبر، وقال في الوطن انه هيبدا اصلاح هذه الاخطاء قبل مباراه اليونان. وقالت الوطن انه هاني ابو ريده بيخمد ثوره غضب الحضري، انه عصام الحضري حارس المرمى غضبان انه لم يشارك. وقال الكلام ده بقى بصراحه ان المدير الفني بيجهز الشحات وقفشه لمواجهه اليونان. لا تتسلل هذه الروح يا استاذ ابراهيم. ما ينفعش ان جهاز يبقى تحت ضغوط من هذا النوع. يعني انا في حاجه كمان مش عاجباني من هنا. عواد جون موهوب جدا ويستحق انه يلعب،
لكن مش صح ابدا الكابتن سعفان، سعفان الصغير مدرب حراس مرمى في الاسماعيلي، انت عملت تجربه هايله قوي وبذلت مجهود في انك انت فعلا وصلت عواد لهذا المستوى، وانه عواد رجع المنتخب بثقه كل الناس واشاده كوبر واحمد ناجي والجهاز الفني، بس لغايه هنا تقف. انت قدمت كل ما هو عليك في صناعه حارس فعلا الكل بيشكرك عليه. مين اللي يلعب؟ شناوي الاهلي، شناوي الزمالك، عصام الحضري، عواد، كلهم ولاد مصر وكلهم حراس مرمى اكفاء. اللي هيختاروا كوبر واحمد ناجي هو ده المسؤول. مش لطيف ابدا ان انا من هنا الاقي الشناوي لعب فيبدا كل مدرب له حارس مرمى يبدا يقول ازاي ابني ما لعبش وازاي اللعيب بتاعي واصله لو كان واصله ايمن اشرف لمجرد ما رجع النادي الاهلي تم ضمه للمنتخب. لا ما تتحسبش كده، لانه في النادي الاهلي وليد سليمان ماشي كويس جدا جدا ولعيب كفء عالي جدا. لا وايمن اشرف اتغير مكانه وابدع، وايمن اشرف تم الاستعانه به كسيرد باك نجح جدا. المنتخب عنده عجز في الباك الشمال وعنده عجز في السيرد باك، لا ضلته في ايمن اشرف، هو موجود في الاهلي، موجود في سموحه، موجود كان في الاسماعيلي، كان مؤكد هياخده. فحته ان احنا نستغل اختيارات كبر وندعم بيها صراع الانديه ده مش لطيف. على فكره الاعلام الذي يقال عنه اهلاوي ومسؤول الاهلي في كل مره تيجي سيره عواد كانت الاشاده وانه يستحق الانضمام للمنتخب. بالظبط. مين اللي يلعب؟ يعني خلينا مره بس نتعلم. وافرض ان هم مرتبين كل ماتش واحد، وافرض ان هم يا اخي مرتبين الشناوي حتى انه رقم واحد، ايه المشكله؟ وهو لو الشناوي ما كانش لعب الماتش اللي فات كان من حقنا نتقمص؟ لا طبعا. ما ينفعش. لا لا. عايزين كلنا نقف ورا المنتخب. بالظبط، بإيجابية بقى بإيجابية. نتكلم بجد، مش نتكلم كلام لا، نقف بجد، كل واحد عنده تحفظ على الاختيار يحتفظ بالتحفظات. أنا شخصيا عندي تحفظات، والمهندس عدلي عنده تحفظات، بس ماذا تعني تحفظاتنا وآرائنا قدام مسؤولية مش بس كده بيقود فريق في كأس العالم؟ مش بس كده، لو أنت قلت رأيك هتجد فيه ناس متحفظة على رأيك. طبعا. ولو أنا قلت رأيي هتجد فيه ناس متحفظة على رأيك. بالظبط. هي مسألة وجهات نظر، لكن في الآخر نسبة الخطأ مش كبيرة. والفوائد الأمور قريبة من بعضها. مثلا من الأخطاء اللي لازم يراجع نفسه فيها الشناوي. كيف لعبت هذه الكرة؟ الأستاذ حسن المستكاوي في الشروق بيتحدث عن عواطف رجل أرجنتيني. والحديث عن هيكتور كوبر، وبيقول حسن المستكاوي في دقيقتين تحولت فرحة الجمهور بالفوز على البرتغال إلى حزن للخسارة من البرتغال، وقد يكون مفهوما أنه من حق الجمهور هذا التحول السريع بين الفرحة والحزن، إلا أن تحليل المباراة لا يجب أن يخضع للعواطف بس كده، ولا يجب أن تحكمه النتيجة. فعندما خسر المنتخب من البرازيل 4-3 في بطولة القارات كان الجميع جمهورا ونقادا سعداء بالأداء. البرتغال أقل من أوروغواي، ومع ذلك هو فريق كبير، وقد كان أداء المنتخب بدرجة مقبول في الشوط الأول، وصنع فرصة واحدة لعبد الله السعيد ثم فرصة ثانية في الشوط الثاني سجل منها صلاح، أما باقي المباراة فكان سعيا مستمرا لانتزاع الكرة من البرتغاليين ومطاردة الكرة وهي مع البرتغاليين. وبيقول الأستاذ حسن المستكاوي في الشروق، إذا كان من الحسنات أن رونالدو الجبار غاب معظم المباراة، فإن في السيئات أنه ظهر في دقيقتين وخطف الفوز لفريقه، ولم يتذكر العالم سوى ظهوره كما ظهر في عناوين الصحف الإنجليزية كلها عن اللقاء. هناك بقى إشادات تتعلق، وبيقول حسن المستكاوي المباراة باختصار ضاع منا مكسب معنوي، دافعنا على طول، لنا ثلاث هجمات زي ثلاث دقات، الكرة الطويلة تنقرض وما زلنا نلعبها، الشناوي مكسب لكن الست يردات مملكته، ضياع التركيز ضيع فوزا كان في يدنا، القدرة على الحد من خطورة رونالدو انتصار لم يكتمل، التغييرات لا معنى لها، فلماذا يخرج صلاح؟ ولماذا يلعب شيكابالا 10 دقائق؟ ولماذا يلعب عاشور 6 دقائق؟ ولماذا تأخر الدفع بمروان محسن؟ وبيقول حسن المستكاوي في ختام مقالته، لا يوجد شيء اسمه هزيمة مشرفة، فالهزيمة هزيمة،
لا شيء اسمه هزيمة بطعم المكسب والكاتشب والمسترد وكل ما سبق ممكن حضرتك تعتبره مجرد عواطف. مواطن مصري يريد الأفضل لمنتخب بلاده ويتمنى ألا تخضع قرارات مدربه إلى عواطف رجل أرجنتيني. ده رأي الأستاذ حسن السكاوي. أستاذ حسن السكاوي أصدق ما قاله. كل ما سبق عواطف مواطن مصري. لأن الحقيقة كل التغييرات وإن بدت غير منطقية بالنسبة لنا ليها أسبابها عند الرجل. ليه لا؟ أمال هتعمل إمتى تجاربك؟ مش الماتشات لماذا تقام المباراة الودية؟ عشان تجرب وتجهز الناس. عشان تشوف كل واحد هيعمل إيه في اللحظة دي، طب أنا من غير محمد صلاح، طب لما هل معنى خروج هل معنى بقاء محمد صلاح إن 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 ممكن يقول لنا ما يخشوش؟ ممكن ممكن أو ممكن لا. صحيح. ممكن أو ممكن لا. ممكن تضيف جون من هجمة مرتدة، كل شيء، لكن ماذا تريد من المباراة الودية غير انك تجرب اللحظات الصعبة عليك؟ فلازم هيبان انك تعمل تغيير سلبي من وجهة نظر الجميع بما فيهم المدرب، شوف نتيجته ايه. طب ما نشوف بقى اراء الخبراء اللي الاستاذ حسن المستكاوي شاف انه ما يصحش ابدا تتحولوا لمشجعين وارائكم تتغير بتغير النتيجة. ده اللي قاله حسن المستكاوي. نشوف هل محللينا فعلا انطباعاتهم وآرائهم اتغيرت في الدقيقتين مع هدفي رونالدو ولا لا؟ نشوف رأي أحمد حسام ميدو. أكيد هكتور كوبر هيبقى في دماغه الجزء الهجومي، أكيد بيفكر في مروان محسن. مروان واضح أنه هو دايما عند ثقة هكتور كوبر، غياب طويل جدا لمروان، ولكن راجع ميدو برضو بشكل جيد. طبعا مروان الحمد لله واقف على رجله، ولما نزل كان بيقف على الكرة كويس جدا، محطة اللعيبة بتطلع عليها، بتصرف الكرة بشكل جيد. ما جالوش فرص على الجول طبعا بسبب الاسلوب اللعب اللي كنا بنلعب بيه في الاخر، ولكن انا مطمن على مروان، نفسي ياخد عدد دقائق اكبر في المباراة اللي جاية، لانه لعيب مهم جدا بالنسبة لنا وملوش بديل. يعني نقطة ايجابية، مروان ظهر اخيرا في ثلاث ماتشات، استطاع أن يلفت النظر أنه عودة جيدة. وملوش بديل في المنتخب، وأنا بتفق على هذا، لأنه لاعب خططي جدا وبيسهل مهمة اللي حواليه. إنما فكرة أن أنا باستمرار ببقى انطباع على النتيجة، ده كلام جميل جدا في الماتشات الرسمية، في الماتشات الودية أقبل بالمغامرة. يغلط المدرب ومن حقه يجرب علشان يشوف يستكشف بعض النواقص وبعض الأمور الفنية اللي هو محتاج يتأكد منها، لكن ميدو شايف إنه في أخطاء دفاعية كتيرة عددها، نشوف شافها إزاي. ولكن عايز اتكلم على الاخطاء الفنيه في الهدفين، خاصه في الهدف الثاني. لازم يا كابتن حازم ان انت الكره لو بتتلعب اوت سوينجر لازم اللعيبه دي تبقى اوفسايد، يعني لا مش لازم الاوفسايد، تطلع ثلاث اربع خطوات، طلع بره جوه، طلع الناس بره عشان تدي فرصه للجول ان هو ياخد خطوتين ثلاثه بره. الكره لما تتلعب توصل في الاخر، كريستيانو رونالدو عمره ما كان هيبقى موجود في المكان ده، كان هيبقى بره ثلاث اربع خطوات. احنا دخلنا جوه بدري قوي، دخلنا جوه بدري قوي. ثاني حاجه الخط بتاعنا، الخط بتاعنا كان خط ضعيف جدا، والكره بتتلعب محدش ماسك حد، محدش ماسك حد، خط المفروض يبقى خط فيرم، خط قوي. الكره اتلعبت بالعرض، انا شايف ان عبد الشافي لازم يخش في ظهر حجازي، والكره بتتلعب بالعرض لازم عبد الشافي الاولويه لمين؟ الاولويه للراجل اللي قدامي واللي بيني وبين السنتر باك، مش ظهري. والهدف الثاني بص، لو وقفت والكره بتتلعب احنا انتهى بينا الحال ان احنا بقينا على نقطه البنالتي، بالعكس احنا كان لازم الكره تتلعب وتنخر الخط. الحاجه الوحيده اللي تدخلك كده ان انت اللي بيلعب الكره يبقى ان سوينجر، يعني ان سوينجر بيلعبها بشماله لجوه، فتضطر ان انت تخش. كان لازم، وهنا دي مهمه كوبر صحيح ومهمه الجهاز، ولكن مهمه اللعيبه الكبار يا حازم، ان لازم اللعيبه الكبار كان لازم يبقى عندها الشخصيه ان انت اطلع بره، ما يخشش فينا جون، ما حدش يخش في وسطنا، كان لازم الفرقه تتسحب لقدام، تتسحب بره عشان رونالدو في الاخر ما يوصلش للحته دي. طيب دي ملاحظات ميدو عن الأخطاء الدفاعية، بس الناس دي كلها رأيها بقى في الشناوي إيه؟ هل فعلا المنتخب كسب جون
دولي مهم جدا يطمننا قبل كاس العالم ولا ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في تجربه البرتغال هيكتور كوبر قدم لنا حارس مرمى دولي تقيل. اللي تابع محمد الشناوي لغايه قبل هدفي رونالدو كان عنده ثقه عاليه جدا، عنده اشاده كبيره قوي باداء الشناوي في المباراه، والكل اطمن انه عرين الفراعنه في امان زي ما الكل كان عنده هذا الانطباع. فجاه اختلفت التحليلات والتحويرات للجونين بتوع رونالدو، لا يفتى وحارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 90 يتصدى بالتحليل للجونين. هل الشناوي غلط في الجونين ومصدر الخطأ فين؟ ونصيحة الكابتن أحمد شوبير للشناوي في الهدفين إيه؟ نسمع الأولاني أحمد شوبير يحلل في صدى البلد هدف رونالدو الأول. هنشوف الهدف الأول للبرتغال ونحلل، هل الشناوي كان قادر انه يطلع ياخد الكره العرضيه؟ نشوفها مع بعض، نشوف كده مع بعض. هنا نبص كده الاوفر، نرجع سنه، معلش معلش انا هاخد الجوان مره واحده. هنا الراجل اللي رافع رجله ده كان لازم يبقى اكثر ايجابيه، لانه دايما بقول معظم النار من مستصغر الشرر. لو انا نرجع لها بس هو بيرفعها فضلكم. طيب هو عدل عشان يرفع، انا لازم اكون ضاغط عليه، يعني الراجل اللي واقف على ال 18 ده قد يكون شيكابالا مش عارف مين، لازم يكون ضاغط ومقرب منه، فمش هديله مساحه انه يرفع. ما انت حضرتك شوف الجون جه منين. لو انا هو اهو، انا كراجل واقف، انا واقف فعندي فرصه كويسه قوي ان انا حتى لو ادخل واترقص يبقى انا هعطل الاوفر، يبقى الاثنين اللي على ال 18 دول هيخشوا هيبقوا جوه المنطقه، هيبقى عندي كثافه عدديه لو عدت من واحد يروح للثاني. يعني هنا انا عندي اترقص كمدافع احسن، لكن الوقوف هنا هو بيرفع اضغط عليه سنه، اعمل بلوك زي الفولي كده زي بيسموه بلوك، لكن هنا رفعت الرجل انا متاسف يعني تاديت واجب. نشوف بقى نشوف، خلينا برضو تاني نشوف موقف كريستيانو. هنا ادي الاوفر، عشان البعض امبارح قال الشناوي كان ممكن يتعامل مع الاوفر، صعب، لانه كمان انت حضرتك شوف الشناوي واقف فين. الشناوي كان يتعامل مع الاوفر لو كان واقف خطوتين ثلاثه قدام، كان ممكن يبقى عنده فرصه انه يتعامل مع الاوفر. وهقول لكم الباد لاك بتاع الشناوي في الكوره دي فين بالظبط. باد لاك عنده في حاجتين، الاولى ان حجازي طلع من مكانه، يعني حجازي لو كان رحل خطوه صغيره وطلع، لانه كمان انا كمان كحارس مرمى هنا ببقى عندي 70% على المدافع اللي قدامي، خاصه ان حجازي من وجهه نظري نجم المباراه الاول برضه حتى الدقيقه 90، اربع دقائق للنسيان. فالشناوي اعتمد جدا على حجازي، عارفين لو حجازي مش موجود هنا الشناوي كان ممكن يتعامل بالعرضيه. وكان هل كان من الافضل انه طالما بنطبق الاوفسايد شويه انه الشناوي ومعرفش مين اللي معاه في الشمال عبد الشافي مثلا يطلعوا قدام شويه يكشفوا التسلل مثلا، لكنه الشناوي الحجازي لو خطوه ورا، لو خطوه ورا كانت تبقى سهله جدا، كانت تبقى لان خدت شعر. البدلك الثاني اللي عند الشناوي ان الكره خبطت في الارض، الكره لو رايحه صريحه الشناوي خدها صريحه، فلما خبطت في الارض فالشناوي راح لها ورا ما راحلهاش لقدام. تاني خلي بال حضراتكم، لما الكره بتتلعب بالراس مباشره في المحيط بتاعي اشيلها واتصيط وابقى ايه شلت هدف اكيد. البند على الجنب صعب، فالشناوي راح، بصوا حضراتكم احنا بنتكلم بالظبط في 4 يارده، لان هو جوه منطقه الستة بياردتين والشناوي قدام الخط بيارده، فانا بتكلم من 3 الى 4 ياردات وشوطه بالدماغ وعامله بند في الارض، من هنا كانت صعوبتها. فانا مع كل احترامي لكل الاراء اللي قالت الشناوي يتحمل الهدف ده، انا اقول لا يتحمل اي جزء من هذا الهدف خالص. الشناوي لا يتحمل اي جزء من المسؤوليه عن هذا الهدف، ده راي الكابتن احمد شوبير. بس شوبير بيحب الاهلي ومتحيز للشناوي، ما نشوف كابتن احمد، بس شوبير في الهدف الثاني كمان، لانه تحليل الهدف الثاني مهم جدا نشوفه. الثاني لا يمكن، معلش نبقى نجيب الفاول بعد كده، لكن هنا نشوف التمركز الاول،
هنا ما في... ارجع معلش انا متاسف انا متاسف نرجع تاني كده ايوه هنا. هل كريستيانو كده في موقف تسلل؟ ابدا. هل الراجل اللي ورا ده ما اعرفش مين؟ هل علي جبر ولا مين؟ ما عنديش فكره. طيب ناخد بوزيشن الشناوي صح 10 على 10 صح 10 على 10 صح ما يقدرش يقف اكتر من كده. هو ده التمركز النموذجي لحارس المرمى لمحمد الشناوي. طيب هنا عندنا تمركزين نرفع بقى العرضيه. استنى بقى يا باشا لو الراجل اللي ورا ما اعرفش مين اللي ورا قد يكون علي جبر. لو الراجل اللي ورا ده كان واخد الخطوتين قدام لان اللي قدام اللي قدامنا ده ده كريستيانو في التسلل. وهقول لكم حاجه ثانيه لو احنا كلنا على خط ال 18 لو احنا على الخط حد مساحه للشناوي انه يعرف يتحرك تاني نشوف هنا بقى كده. طيب كده اترفعت. هل دي شناوي ليه ذنب فيها؟ ابدا خالص. تاني نفس الغلطه الطلوع من المكان. انا كحارس مرمى ببقى عارف انه المدافع ده هياخدها وبعدين من وسط اتنين قامات طوال قوي سواء علي جبر او احمد حجازي وبعدين طلع تاني شاط. سوء حظ الشناوي انه رحل سنه الناحيه التانيه. كمل. سوء حظ الشناوي رحل سنه الناحيه التانيه. لكن هنا بتكلم على ايه؟ على ريفلكس عالي جدا على رد فعل هايل على انه الماتش الجاي برضه خلي بال حضرتك بص شوف كريستيانو بيعمل ايه. ده ما حدش اتكلم عليهم برضه امبارح. لما نشوف الجون تاني يا جماعه شوفوا ما هو احسن لعيب في العالم. بص ادي العرضيه ادي الراسيه كمل بقى كمل حاططها برضه في الاتجاه الصعب. كل حاجه لها تكتيك. فاللي حمل الشناوي امبارح الاهداف انا بقول له يعني مع كل احترامي لوجهه نظرك انا شايف ان الولد امبارح اذا كان ياخد درجه ياخد من 7.5 ل 8. انا شايف الشناوي عنده خطا وحيد في كره عرضيه لعبها بالبوكس ما لهاش لازمه. لكن هذا الثبات هذا التمركز وهجيب لكم كل لقطات اخر. ارجع تاني كنت هقول نفس التعليق. شوبير يبرر للشناوي اهلاوي بيحبه. تعال نشوف الكابتن احمد ناجي بقى كيف راى اداء الشناوي المدرب المسؤول عن اختيارات حراس المرمى. كابتن احمد بقول لك اكيد حضرتك هزيمه صعبه يعني هزيمه صعبه امام منتخب البرتغال اكيد الفوز كان هيفرق كتير معنويا مع منتخبنا الوطني. عايز اعرف رايك في اداء منتخبنا الوطني النهارده بصفه عامه واداء الحارس محمد الشناوي في المباراه بصفه خاصه. لا الحمد لله طبعا مباراه قويه جدا مع بطل اوروبا كسبانين للدقيقه 90 طبعا كان نفسنا نطلع بالمباراه طبعا تعمل لنا معنويات كويسه لكن الحمد لله يعني ما فيش حد قصر كل الناس بذلت اقصى جهد وده اللي مريحنا يعني شلنا النهارده عمل مباراه كويسه جدا رائع عندنا لسه مباراه ثانيه ان شاء الله نقدم فيها برضو للناس ولمصر وكل الناس في العالم ان فريق مصر فريق زيه زي كل فرق العالم يعني ان شاء الله عندنا طموح وعندنا امل كبير ان احنا نقدم بطولة كويسة إن شاء الله. تقييمك بقى للشناوي طوال المباراة وتقييمك ليه خاصة في الكرات الصعبة بعد التسديدات القوية وبعض الكرات العرضية اللي بيتميز بها المنتخب. أنا مرتاح جدا ومبسوط وبأدائه يعني لكن كنت كان نفسي إن إحنا نطلع كلين شيت ولا حاجة تبقى في بدايته حاجة كويسة لكن الحمد لله أداؤه في طول المباراة أداء ممتاز. أخيرا أسألك إن الكل رأى إن مشاركة الشناوي النهارده أنت قلت دايما إن الحراس الأربعة جيدين وفي نفس المستوى لكن تقييمك يعني السبب في شراكة محمد الشناوي النهارده وخاصة إن هي أول مباراة دولية للاعب منذ فترة طويلة يعني هو يستحق إنه يكون موجود فبقى موجود. طيب ده رأي الكابتن أحمد ناجي. نشوف رأي هيكتور كوبر بقى المدير الفني للمنتخب عن أداء الشناوي في المباراة. يعني مهما اللعيب يتألق معنا دي تقدرش تجيب اللعيب كده وتدي له مرة واحدة. دايما كانوا يقولوا لنا لا ده لعيب مش دولي لازم ياخد 788 مباراة عشان يقدر يبقى لعيب دولي يلعب المنتخب. واضح ان الحالة دي امبارح مع محمد الشناوي ما شفناهاش. شفنا وحش واقف في حراسة المرمى ثقة كبيرة أول مرة يلعب مع المنتخب الوطني قدام البرتغال. بص حضرتك احنا بتكلم على التوازن اللي احنا بندور عليه دايما عشان نوصل للقرار الصح.
مش اقول حاجه الطمانينه المطلقه في اللاعب، لكن احنا عندنا بعض الطمانينه او بعض الامان في تفكيرنا في ان احنا ناخد قرار ان اللاعب هيبدا معانا لاول مره. احنا عارفين بشكل كبير جدا تطور اللاعب، وهنا في الحاله دي تطور الشناوي. هتقول لي بس قصاد البرتغال هتبقى مباراه صعبه عليه جدا ان هو يبدا، مش بس انك انت ان هو يقدر ينافس وبيلعب وانك انت عايز تكسب المباراه، مهم جدا لينا احنا كجهاز فني انك انت على قد ما تقدر تقدر تشوف وتطمئن من اكبر عدد من اللعيبه للقائمه النهائيه قبل كاس العالم. كانت مهم جدا بالنسبه لي ان هو ما كانش عنده الخبره الدوليه، ده محتمل الناس تقدر تكلمنا في النقطه دي، لكن يا جماعه هو بيلعب في نادي عظيم في مصر، يعني من احسن الانديه في افريقيا، فاعتقد في جزء من المنافسه اعتقد مهمه جدا. في لحظه من اللحظات كان لازم يبدا بدايه مشواره الدولي، فكان لازم ناخد الخطوه دي. كان ممكن لو كانت النتيجه طلعت بشكل سلبي او ما اداش بشكل سلبي كنا هنقدر نتكلم النهارده بشكل مختلف خالص، لكن بعض الاوقات لازم تتحمل مسؤوليه قراراتك وبعض القرارات الخطره، فلازم انك انت زي تواجه بعض المواقف الصعبه وتاخد فيها القرار الانسب من وجهه نظرك. فصل لنا كل حاجه في الكلام اللي قاله هيلتون كوبر، وانه هو مرتاح وان لازم يدي اللعيب. طب ما هو رايح يلعب كاس عالم، لازم يديله في ماتشات صعبه يشوف شخصيته. واضح انه مرتاح لاداء الشناوي يا كابتن. صحيح استاذ ابراهيم، اكثرهم سعاده باداء الشناوي هيكتور كوبر. طيب محمد عواد بيتحدث عن زميله ازاي؟ كيف يرى اداء زميله محمد الشناوي؟ انا ببارك للشناوي على المستوى الرائع الماتش اللي فات، اول ماتش دولي ليه، ما تحسش ان هو بعيد عن الاجواء الدوليه. هي كره قدم في الاول في الاخر، 11 لعيب زي ما بتلعب في الدوري زي ما بتلعب دولي، انا مش شايف فيها خوف خالص، ده بالعكس، ده الماتشات دي ماتشات كبيره وماتشات لازم تظهر بشكل كويس وتستمتع بالماتشات دي، لان هي الماتشات دي اللي من وجهه نظري بحس فيها بالمتعه شويه، فيها نديه اقوى شويه من الدوري المصري. ده الفرق يعني. الشناوي بقى له فتره طويله جدا ما بيلعبش دوري، اول ماتش ليه قدام بطل اوروبا البرتغال بيظهر بمستوى ثابت، عنده ثبات انفعالي، اشتغل مع كل المواقف بشكل كويس جدا، ما كانش حاسس في فرق بين الدوري والدولي خالص. ده الواحد ان شاء الله بيتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله الفتره اللي جايه نبقى عنده حظه وعنده التوفيق ان شاء الله انه يبقى موجود ان شاء الله في تشكيل الماتش الجاي ان شاء الله. الاربع حراس هم افضل اربع حراس في مصر، هم احسن حراس في مصر. كلام رائع جدا من عواد، بس يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ارجوكوا ثبات انفعالي، كلمه استخدموها ومشيت غلط علميا. ما فيش حاجه اسمها ثبات انفعالي، الانفعال فعل حركي، ازاي تبقى منفعل وانت ثابت؟ هو في اتزان نفسي، في هدوء نفسي، بس مفيش ثبات انفعالي. يعني ثبات انفعالي دي عامل زي التلج السخن او النار المتلجه، يعني كلها خلطه متناقضات من الجيش. ماشي، لما تيجي نشوف بقى لماذا لعب الشناوي، ابراهيم فايق بيقول لنا السر. محمد الشناوي اداء النهارده مريح مطمئن، يعني انت حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي. انا احكي لكم قصه مهمه جدا في الاخبار، انه اختيار محمد الشناوي كان بناء على وجهه نظر لكابتن احمد ناجي. طب ايه الموضوع، كان حصل ازاي الموضوع؟ انه كوبر قال كابتن احمد ناجي هو اللي هيختار حارس المرمى، مين حارس المرمى اللي هيبقى موجود، وبالتالي كان المفضل. احنا عندنا ما شاء الله اربع حراس والاربعه مميزين، عندنا احمد الشناوي ومحمد الشناوي ومن قبلهم طبعا عصام الحضري، وعندنا المتالق محمد عواد. حصل جلسه كوبر قال يختار الكابتن احمد ناجي له الاختيار الاول، فقال لهم طيب انا النهارده مش هقيم اداء عصام الحضري، انا عارفه خلاص، خرج عصام بره المباراه ديت، لان انا شايف عصام وعارفه وعارف امكانياته وعارف هو عمل ايه. نفس القصة قال لك عواد، أنا أخاف عليه شوية من قلة الخبرة في ماتش زي ده، مش عايز أخسره، يبقى موجود معايا ورجله هتيجي في الملعب وقت أو التاني. بقى الاختيار ما بين أحمد ومحمد الشناوي،
بقى الاختيار ما بين احمد ومحمد الشناوي. احمد الشناوي اخذ الغالبيه العظمى من تصويت الجهاز الفني، ولكن كان طلب الكابتن احمد ناجي انه محمد الشناوي هو اللي يشارك، وكان وجهه نظره في كده انه احمد من الحراس المميزين، ولكنه في الفتره اللي فاتت قبله سوء توفيق شويه في المباراه الاخيره مباراه ولايه ديتشا الاثيوبي مع نادي الزمالك، وبالتالي الراجل قال لك انا مش عايز احمله لو حصل اي خطا في المباراه دي، هفقد احمد الشناوي، انا مش عايز افقده في الوقت اللي انا عايز استغل فيه قدرات محمد الشناوي انه ماشي بشكل كويس. اختيار كان موفق جدا 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 الحقيقه، لانه محمد الشناوي ما شاء الله اداؤه ثابت، عنده ستايل وعنده كاريزما وعنده ثبات انفعالي وعنده حاجات كتير مميزه النهارده بنشوفها بتظهر بشكل واضح، وهيبقى من الدعائم او من حراس المرمى اللي مصر هتفكر فيهم بعد كده بشكل كبير جدا جدا الحقيقه، لان احنا المنافسه عندنا قويه، لان عندنا حراس مميزين جدا جدا. انا اتخيل انه الماتش الجاي مش هيبقى الشناوي، اتخيل انه هيبقى حد تاني، لانه طبيعي جدا المباراه الوديه لازم نشوف فيها كل الحراس. استاذ ابراهيم ما تقعدش كل ما تسمع ثبات انفعالي تقول ثبات انفعالي، هنا هقول لك هم بيقولوها ليه بقى دلوقتي، انا عمال الاقي لها تخريجه يعني لا ينفعل. هو عايز يقول كده ان هو مش عنده ثبات فلا ينفعل. تيجي زي ما انا بقول لك نرمه الليجا، هو كابتن احمد ناجي اللي طلعها. طب ما تقبلها كده، ناجي اللي طلعها، ما هو ناجي اللي طلعها طبعا ومشي ورا. طيب نشوف الكابتن، وده رايه مهم على فكره جدا، فكري صالح، فكري صالح مدرب عصام الحضري. لا وايه خبرات ايه، ما هو دلوقتي هو طبعا يعني تقدروا تقولوا كابتن مدربي حراس المرمى في مصر، اكثرهم خبره وقيمه كبيره جدا في تاريخ تدريب حراس المرمى. حاليا هو مدرب عصام الحضري، نشوف رايه في اداء الشناوي في المباراه. حد يقول لك يعني احنا بنلعب مع البرتغال يا عم، ودول اول اوروبا واول مجموعتهم في التصفيات وكل التفاصيل الجميله دي، وتنزل لي حارس علشان تقول لي هو حارس كويس وكل حاجه، ولكن عشان تقول لي اشوفه يصلح ولا لا يا عم لاعب الاساسي علشان ده ماتش قوي لحسن نخسر كتير. لان الكلام اللي حضرتك بتقوله لو انا جايب واحد بعيد خالص ملوش اي خبرات دوليه، انما لما امسك محمد الشناوي في ده بيبقى له سجل ده لعب كام مباراه دوليه سيبك من النادي، هو لعب منتخب شباب كتير طبعا. ما انا ده بسميه خبرات دوليه يعني اللي هي منتخبات مش نادي. تمام، انا ما بتكلمش على نادي، فلو الخبرات دي كانت بعيده قوي استحاله ان كان الكوبر والكابتن احمد ناجي يجازف بيه، كان ممكن يبدا فيه حتى تاني طايق بالظبط يعني، فاهم يعني احط واحد اساسي النهارده من الناس حضري واحط تاني تايم محمد الشناوي بالظبط، علشان زي ما بيقولوا كده ايه الطاسه الخضه. ما انا بقول لك كل شيخ وله طريقه اكيد، فاهمني؟ اكيد. انا عشان مش في المطبخ بتكلم دلوقتي، فبتكلم بالتفكير اللي ممكن يكون عند مصر مع الكابتن احمد ناجي ومع كوبر الجهاز ككل. فهو النهارده ممكن يكونوا وجدوا ان محمد الشناوي مش هيبقى بعيد قوي، وان هو ممكن يبقى اشوفه بدل عندي الثقه دي فيه، ان انا من اول المباراه، ومباراه مش قليله فيها نجوم، فيها زي ما موجود ما عندنا محمد صلاح، في موجود الناحيه الثانيه مين، فاهمني؟ يعني فريق مش قليل، انما برضه بقول لان انا ما عنديش الا المباريتين دول، لان أوكي. المباريتين التانيين المنتخب هيلعب فول تيم. ده الكابتن فكري صالح بيحاول يفسر دوافع او تفكير مستر كوبر وكابتن احمد ناجي في اشراك. يا استاذ ابراهيم في قرار مش ليه لعب الشناوي يعني، ما صحيح. طيب بعد اللي حصل وكل هذه الاراء، خدوا بالكم بكره ان شاء الله غالبا هيتم اختيار محمد عواد لحراسه المنتخب، ويبقى بعد كده شناوي الزمالك ياخد ماتش او ماتشين، ثم ننتهي الى عصام الحضري في الماتشين اللي باقيين، ويدخل كاس العالم وهو حارس مرمى منتخب مصر. ده السيناريو اللي انت شايفه. اظن ده التفكير ايا كان رأينا في اللي هيتم اختياره. لو اختار أي حد يقف جون
كلنا لازم نكون بالظبط بالظبط مساندين وداعمين لاختيار كوبا. امال هنتمنى يعني عدم كلنا لنا اراء ده يبقى مرض. كلنا لنا تقديرات للموقف، بس الراجل المسؤول اللي هيقود مصر في كاس العالم هو اللي من حقه علينا كلنا نقف معاه، حتى لو اختياراته كانت من وجهه نظرنا فيها تحفظات، يبقى هو المسؤول. في الختام نشوف عمرو اديب في قناه اون تي في شاف هزيمه مصر من البرتغال بعد هذا الشكل الدراماتيكي. ما تقدرش ما تكتبش بيه ازاي؟ الشناوي كان عبقري، كان هايل، واختبار عبقري لجون من جوان مصر. لان خدوا بالكم التجربه تقيله، وبيلعب قدام مين وازاي وفين، كل الاشياء دي لازم تاخد بالك منها وتبص فيها. فانت كسبت النهارده الشناوي كده خلاص بقى، يعني فصل الكلام. واحنا مش بنصدق الشناوي، يعني واضح ان الرضا في المجمل عن اداء الشناوي بصرف النظر عن ما حدث في النتيجه. وفي النهايه اللي جاب الجولين احسن لاعب في مصر، احسن لاعب في العالم وفي مصر احسن لاعب في العالم. الراجل ده بينط يا استاذ ابراهيم من مكانه، بينط ايه بيطلع كانه حاجه لوحده، حاجه صاروخ مديره. يعني لما قالوا صاروخ مديره هم معاهم حق، لا بقى. افلام النينجا يعمل لك صحيح النينجا ده يروح لافف وطاير في الهواء كده. الراجل ده عنده قدره من نقطه الثبات الانفعالي. انت بتنرفزني يعني. طيب كده وصلنا لنهايه برنامجنا. انا اعتقد بكره كوبر عنده رغبه في انه يعمل تغييرات كتيره. لازم الناس تتفاهم ثقافة وفكرة المباريات الودية يا جماعة. كل النتائج واردة. ممكن جدا نعمل عرض كويس قوي ونكسب اليونان، لو هللنا وفرحنا زي ما كنا هنعمل بعد ماتش البرتغال لو كان ربنا كتب لنا المكسب غير الجونين دول، كنا هنطلع البرج باللعيبة. وهنعلي سقف الطموحات قوي، وهنحملهم فوق طاقتهم، وهنروح روسيا واحنا متخيلين ان احنا هنتأهل وهننافس وهنعمل حاجات كبيرة انطلاقا من قيمة صلاح وما يفعله صلاح. لكن فكرة ان احنا نهلل جامد قوي ونهول جامد قوي، دي ماتشات تجريبية. الخواجة من حقه يلعب كل هذه المباريات ويجرب كل الأفكار اللي هو عايزها، ويبدل بعض المراكز ويشرك بعض اللعيبة ويريح ناس ويدفع بناس عشان يستقر على أجهز ناس من وجهة نظره يقدروا يلعبوا البطولة إن شاء الله. فأتمنى نتحلى بشيء من الوعي في متابعة وتحليل وتناول المباريات الودية. لازم الراجل يشخبط كتير الحقيقة، لازم يغلط ونتفاهم خطأ، يجرب ناس ويدفع ناس ويطمن على ناس على ناس. ناس على ناس ويسيب ناس. حلو قوي. كل سنة وانت طيب يا وانت طيب. أشكركم كل سنة وانت طيب، وأشكر الزملاء على هذه المشاعر الدافئه وهذه تستحق كتير يا باشمهندس يعني. وارجو وارجو ان انا اقدر يوم عيد ميلادك اعمل لك حاجه يعني. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس يعني. ولانه الاهلي لابد ان يحتفي برموزه، لابد ان يحافظ على حقوقه، لابد ان يختار توقيت منازلاته. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله، ربما هتكون الساعة 10 لأنه بطولة أفريقيا للطائرة هتبدأ من بكرة. قد نلتقيكم بعدها يوم الخميس إن شاء الله في العاشرة. تصبحوا على خير.